بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير. الحقيقة النهاردة فقرتين مهمين جدا. الفقرة الأولى هيكون معانا نجم النادي الأهلي السابق كابتن أحمد عادل، ثم في الفقرة الثانية هيكون معانا كريم سعيد وأحمد ثابت وكلام عن كرة القدم ومباراة اليوم. خلينا نتكلم مع حضراتكم ان النهارده وزي ما حضراتكم شفتوا منذ قليل فريق الكوره حقق انتصار مهم جدا 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 على النادي الاسماعيلي. هتكلم عن المباراه، بس انا حابب ان انا اتكلم عن انتصار غالي وفوز مهم اخر. ودايما الفوز بيكون انعكاس لنجاح منظومه اداريه للنادي الاهلي. قبل المنظومه الاداريه بيكون نجاح لجمهور عظيم وتشجيع ودعم مستمر من قبل جمهور النادي الأهلي ومن إدارة النادي الأهلي لجلب هذه البطولات ووضعها على الطريق الصحيح أي ما كان. أنا بتكلم بشكل عام البطولات من خلال الحقيقة الإدارة بتعمل إيه؟ بتوفر كل متطلبات الجهاز الفني واللاعبين في أي لعبة بالمناسبة، لأن أنا هتكلم عن لعبة أخرى غير كرة القدم. بتعمل اي حاجه غير كره، بتعمل متطلبات الجهاز الفني واللاعبين وتذلل العقبات. هي لماذا تذلل الاداره العقبات للجهاز الفني؟ من اجل المنافسه بقوه على التتويج في كل البطولات وفي كل الالعاب والصعود الى منصات التتويج. خلي بال حضراتكم، ملك افريقيا المتربع على عرش بطولات القارة السمراء نادي الأهلي بيواصل هيمنته الحمراء، ولكن في كرة اليد كرة القدم احنا متواجدين ب 11 بطولة إفريقية، ولكن الحمد لله في كرة أيضا السلة متواجدين بعدد من البطولات، ولكن مؤخرا أو امبارح كسبنا بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة السادسة في تاريخ النادي الأهلي، والحمد لله بعد اكتساحنا جي اس كي الكونغولي بنتيجة 37-23. عشان حضرتك تعرف الفارق، تعرف ماذا يقدم جمهور النادي الأهلي لهذا الفريق الكبير أو لاسم النادي الأهلي، وماذا تقدم إدارة النادي الأهلي لكل الفرق الرياضية، لكل الفرق الرياضية مش للكورة بس. احنا النهاردة هنتكلم عن الكورة وعن حلاوة ماتش الإسماعيلي وعن حلاوة بيرسيتاو وعن حلاوة كل الناس، مش هنتكلم في كل هذه الأمور. ولكن على الجانب الآخر، هل هنقدر ننسى اللي عمله رجال كرة اليد امبارح؟ رجال كرة اليد قدموا أداء مميز وناجح بامتياز الحقيقة، بعد خوض دور المجموعات دون هزيمة دون هزيمة، ومن ثم مباريات الأدوار الإقصائية وصولا إلى المباراة النهائية واللي حضراتكم شايفينه ده. ربنا كرمنا وقدرنا نكسب هذه البطولة، وزي ما حضراتكم شايفين ده من المركز الإعلامي للنادي الأهلي، اللعيبة كلها فرحانة ومبسوطة. ولكن زي ما قلت لحضراتكم هنا، أنا عايز أقف عند مساندة الجمهور ودعم الجمهور. السنة اللي فاتت ربنا كرمنا بالبطولة الـ11 بسبب مساندة الجمهور ودعم جمهور النادي الأهلي بعد المباراة اللي اتغلبناها في دوري المجموعات 5-2 من سان داونز. أنا مش بتكسف على فكرة إن أنا أقول هذه الكلمات، وما بتكسفش أقول إن إحنا اتغلبنا، لأن كرة القدم فيها كل شيء. وأيضا في كرة اليد اللعيبة اللي حضراتكم شايفينهم دول، أنا بس مش عايز، لأن أنا كنت يوميا معاهم على التليفونات، يوميا مع الـ مع الـ المسؤولين، مع كابتن خالد العوضي ومع كابتن ياسر لبيب ومع كل المجموعة وكابتن محمد إبراهيم، كل المجموعة اللي موجودة الحقيقة. فألف مبروك لرجالتنا، ألف مبروك للي عملوه، ألف مبروك لهذه البطولة السادسة اللي بتضاف لسجلات النادي الأهلي. يجب أن نكون فخورين بهذا الفريق، يجب أن نكون فخورين كجمهور. حضراتكم تبقوا فخورين بأنفسكم ومساندتكم ودعمكم الدائم في كل شيء. في نفس الوقت عندنا إدارة تحقق لكل مدير فني في كل لعبة ما هو مطلوب، وبالتالي الأداء اللي حضراتكم دايما بتشوفوه، الفوز في جميع البطولات، إن شاء الله ربنا يكرمنا في الباقي. محدش عارف طبعا
يعني الرياضه دايما بيبقى فيها غالب ومغلوب، ولكن انت دائما ما تنافس على القمه، انت دائما النادي الاهلي ما تنافس على كل البطولات اللي حضرتك بتخشها في اي لعبه من الالعاب اللي احنا دايما بنتفرج عليها وبنشجعها. شكرا جمهور النادي الاهلي العظيم على مساندتكم ودعمكم الدائم لكل فرق النادي الاهلي، وشكرا لاداره النادي الاهلي على هذه الاحترافيه، على تلبيه كل رغبات كل مدير فني علشان يقدر يكسب هذه البطولات اللي حضراتكم شايفينها. البطوله الافريقيه مش حاجه هينه، البطوله الافريقيه حاجه صعبه جدا جدا، ولكن استطاع هؤلاء الرجال ان هم يفوزوا بهذه البطوله. قبل ما اروح لانتصارات وبقيه الانتصارات اللي حصلت خلال هذه الايام والنهارده تحديدا ومباراه الاسماعيلي، عايز اقول لحضراتكم ان هناك بعض الادوات الهامه، الادوات في كره الطايره مثلا، ان حد يطلع يعمل اسمه حائط صد، اللي بيطلع يعمل حائط صد في نوع معين من الادوات اللي كان محتاجها المدير الفني، النادي الاهلي بيجيبها، النادي الاهلي جابها وبيستعملها دلوقتي مع الفرق. في كره اليد نفس الكلام، في واحد يطلع يقف قدامك زي حاجه كده بتبقى زي بسنسورز. النادي الاهلي دائما واداره النادي الاهلي والمسؤولين عن النادي الاهلي والمسؤولين عن الرياضه في النادي الاهلي بيعملوا كده، بيشوفوا افضل حاجه مش في كره القدم بس، في السله، في الطايره، في الهاندبول، في حاجات كتيره جدا جدا. وانا الحقيقه خلال الايام القادمه هروح اصور لحضراتكم هذه الامور واوريها لحضراتكم علشان تعرفوا برضو انه قد ايه النادي الاهلي عنده اداره محترفه، مش كلام وخلاص، مش بيطلع يتكلم يقول لك اصل لا. الاداره المحترفه معناها ان المدير الفني عايز ادوات معينه على قد ما اقدر، على قد الفلوس اللي بتخش لي وعلى قد الميزانيه اللي بقضعها مثلا للالعاب الاخرى بجيب، ولكن بحاول لما اجيب افضل حاجه علشان اقدر انجح ويبقى الفرق. هتقول لي اصله في افريقيا ما لعبناش فرق كبيره او فرق مهمه لكره اليد، يعني اولا النادي الاهلي الفرق بينه وبين اللي بعده كبير جدا، عارفين ليه؟ بسبب الامور اللي بقولها لحضراتكم دي. كل ما يطلبه المدير الفني فهو محقق، من ادوات، من لاعبين، من هو يكمل جهازه، ان هو يعمل كذا يعمل كذا، كل ما يطلبه المدير الفني وسط مساندة ودعم كبير من 70 80 90 مليون اهلاوي، الموضوع بيختلف وتظل دائما الانتصارات مستمرة، وما زالت الانتصارات والاحتفالات مستمرة داخل القلعة الحمراء. وفريق النادي الاهلي النهارده نجح زي ما حضراتكم، كان معاكم كابتن ايمن شوقي وبقية النجوم في الاستوديو التحليلي، قدرنا ان احنا نكسب الاسماعيلي 3، النادي الاهلي قدر يكسب الاسماعيلي 3-1 في مباراة اقيمت بينهم على ملعب برج العرب. الحقيقة بيواصل النادي الأهلي سلسلة تحقيق الانتصارات على المستوى المحلي، يمكن دي المباراة الثانية، أعتقد الثانية بعد تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا بسبب اللعب في البطولة الإفريقية. النادي الأهلي بيصل للنقطة السادسة من فوزين ويواصل الزحف أو الحفاظ على القمة. الحقيقة اللي بيحتلها هذه أو في هذا التوقيت مودرن فيوتشر اللي استطاع أنه يحصد 9 نقاط من 3 مباريات، يمكن مكاسب عديدة النهاردة من خلال اللاعبين زي ما شفنا بيرسيتاو بيحرز هدفين، التألق الشديد والكبير للنجم حسين الشحات، اللي حسين الشحات الحقيقه اللي عامل مباريات جميله جدا جدا. النادي الاهلي اطمأن على الجاهزيه الفنيه والبدنيه لكل اللاعبين، كمان شفنا تغييرات او بعض التغييرات في التشكيل من المدير الفني، وزي ما قلت لحضراتكم ان المدير الفني مارسيل كولر دائما ما يحاول ان هو يمنح الفرصه لكل اللاعبين في اطار عمليه التدوير اللي بيتبعها ما بين كل اللاعبين. النهارده كل واحد من اللعيبه اعتقد يعني ان هو صدق وتاكد انه في وقت من الاوقات هيلاقي نفسه بيلعب وبيلعب اساسي وممكن ماتش واثنين وثلاثه واربعه وعشره، لانه السنه دي زي ما قلت لحضراتكم ان احنا عندنا عدد كبير جدا من البطولات وعدد كبير جدا من المباريات اللي هنلعبها في هذه البطولات، بما اننا بننافس على كل البطولات يعني. فالفرقه ما فيهاش حد كمالت عدد بالمناسبه زي ما بيتقال كل موسم، ولكن الموسم لسه طويل. الأهلي عندنا ارتباطات كثيرة جدا على المستوى المحلي والإفريقي. فوز الأهلي النهاردة على الإسماعيلي يمكن رسالة واضحة وصريحة لكل المنافسين،
ان شاء الله ان الاهلي عازم على الحفاظ على لقب الدوري، ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل بهذا الشكل وبهذا الاداء وبالثلاثات وبالاربعات، ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي الفوز في كل البطولات والمحافظه على بطوله الدوري العام. النهارده من احلى الحاجات اللي انا شفتها بعد نهايه المباراه، بالمناسبه النهارده النادي الاسماعيلي عمل مباراه هايله ومباراه رائعه وجهه نظري الفنيه، يعني النادي الاسماعيلي على الملعب عمل مباراه جيده، يعني قدر ان هو يقف امام النادي الاهلي وبيلعب كرات بتفكرنا شويه ولو بسيطه جدا بالنادي الاسماعيلي بتاع زمان. اتمنى ان النادي الاسماعيلي يصل للمستوى اللي كلنا بنامل ان هو يصل ليه، لان الاسماعيلي يظل او مش يظل دائما النادي الاسماعيلي هو ركن كبير من اركان كره القدم المصريه. النهارده احلى حاجه عجبتني في المباراه ايه؟ ما بعد نهايه المباراه اللقطه اللي حضراتكم شايفينها دي، جمهور الاهلي وهو يحيي كل لاعبيه ويقول لهم لسه بدري، الجمهور الجميل اللي بيزين مدرجات برج العرب، هتاف وتشجيع لا يتوقف طوال احداث المباراه زي ما حضراتكم شايفين هذا المنظر الرائع اللي نتمنى ان يكون الاستاد كله بعد كده. صدقوني مباراه اهلي واسماعيلي هتجد لو قلت يعني لو فتحت للجمهور ان هم يبقوا متواجدين في الاستاد كله ساعه الاستاد كلها هتلاقي الاستاد مليان، هتلاقي ثلاث ارباعه اهلي وربعه اسماعيلي، يعني انا بتكلم في الطبيعي يعني. فعشان كده انا بقول لحضراتكم احلى منظر الحقيقه، احلى منظر شفته. وبالمناسبه حتى جمهور الاسماعيلي، ما هو دي حلاوه الجمهور، دي حلاوه الجمهور اللي موجود في الملعب، حتى جمهور الاسماعيلي بعد نهايه المباراه وهزيمه النادي الاسماعيلي 3-1 امام النادي الاهلي شجع لاعيبته وحياهم وسقف لهم. ليه؟ لان هم عارفين كويس جدا، جمهور الاسماعيلي عارف كويس جدا ان النادي الاهلي فريق كبير جدا، مش اي حد يعني يقف قدام النادي الاهلي دلوقتي. الحمد لله انا بتكلم من الناحيه الفنيه، من الناحيه الفنيه، لكن احلى حاجه في الدنيا ان انت تشوف جمهور الاهلي بيشجع وبيحيي لاعبيه وجمهور الاسماعيلي بيشجع وبيحيي لاعبيه. جمهور الاهلي طول المباراه ما بيعملش حاجه غير ان هو بيساند وبيدعم لاعبيه طول المباراه علشان يقدروا يوصلوا للمستوى اللي احنا شايفينه. الحاجه اللي زعلتنا شويه يمكن هي اصابه امام عاشور، وانا بطمن حضراتكم ان امام ان شاء الله من 7 ل 8 ل 10 ايام زي ما دكتور او طبيب الفريق قال ان امام هيكون من 7 ل 10 ايام ويكون متواجد مع الفريق. كلنا قلقنا من اللي قالها امام وطريقته وعياطه والكلام ده كله، ولكن امام لعيب من جواه عايز يعني عايز يلعب كل مباراه، عايز يروح يلعب مع منتخب مصر. خد بال حضرتك ال10 ايام دول منتخب مصر، وامام كان احد المرشحين او احد المتواجدين مع منتخب مصر. اعتقد دلوقتي هيروح يكشف ويشوف الطبيب المنتخب طبعا اذا اداله روي فيتوريا اجازه او معرفش ايه اللي ممكن يحصل، ولكن امام عاشور ما تقلقوش عليه من 8 ل 10 ايام زي ما طبيب النادي الاهلي قال في من خلال قناه النادي الاهلي في لقائه مع زميلنا فاروق صلاح. امام عاشور تم استبداله في الدقيقه 30 من عمر المباراه الحقيقه، وزي ما قلت لحضراتكم هو يمكن كان بيعيط او بيبكي فده قلق كل الجمهور، ولكن مره ثانيه عايز حضراتكم تطمنوا لو لقاء امام عاشور جاهز يا شباب ولا مش موجود معانا؟ معانا يعني لا انا مش بتكلم على لقاء امام عاشور، انا بتكلم على لقاء الدكتور اللي طمن فيه جمهور النادي الاهلي. لما تجهزوه قولوا لي بس عشان برضو نشوفه مره تانية علشان نطمئن كل جمهور النادي الاهلي من خلال طبيب الفريق اللي ان شاء الله ان شاء الله وزي ما حضراتكم سمعتوا اتكلم وقال ان امام عاشور زي الفل ان شاء الله من 8 ل 10 دي لقطاته خارج، وزميلنا فاروق صلاح قال له الحمد لله كل شيء جيد وكل شيء كويس. فانا عايز حضراتكم بس تطمنوا ان شاء الله امام 10 ايام ما فيهاش مشكله، تعدي يا عم امام ان شاء الله وترجع لنا بالف الف سلامه. طيب خلينا نروح نشوف ايضا او نطمن على امام عاشور من خلال دكتور احمد جاب الله طبيب النادي الاهلي في لقائه مع قناه النادي الاهلي. من جديد بجدد تحيه بكابتن ايمن شوقي وضيوف الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان،
مصر كلها وكل جماهير النادي الاهلي طبعا الان على امام عاشور، والجميع عايز يطمن على حاله امام عاشور. اللي يعني خلينا نطمن بشكل اكتر مع الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي. دكتور احمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. السؤال الاول والاهم، طمنا على حاله امام عاشور. الجميع في حاله قلق، كلنا شفنا شكل اصابه امام عاشور، التاثير على امام عاشور، طمنا وحطنا في الصوره دكتور احمد. الحمد لله، الحمد لله. اولا الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، والحمد لله احب اطمنكم على امام. يعني اتعرض لكدمه جامده شويه في الساق، اسفل الساق وعند الكاحل. الحمد لله عملنا له اشعه وطمنا عليها، ويعني مده الغياب ممكن ما تعداش ان شاء الله 10 ايام او 8 ايام باذن الله. يعني 10 ايام الحمد لله يا دكتور. شفنا التاثير، صوره امام عاشور خلعت قلوب كل جماهير النادي الاهلي. باذن الله نتعامل معها بشكل سريع ويرجع في اقرب وقت ان شاء الله للفرقه. سرعه التعامل مع الاصابه، احد افراد الجهاز الطبي دكتور عبد المجيد مع حضرتك خد اللاعب وراح المستشفى، ايه التفاصيل اللي تمت في المستشفى هناك يا دكتور؟ الحمد لله هو راح طلع باللاعب على اقرب مستشفى لينا، وكان في تواصل حتى واحنا على الدكه على نوع الاشعه اللي هنعملها، وبلغني بيها، والحمد لله انا اطمنت عليه من قبل ما يوصل. هو لسه واصل، واحنا اصلا عندنا دلوقتي يعني زحمه شويه، عندنا حفله تجهيزات. هو بس الحمد لله اطمنا عليه وفحصه كويس، بس يعني هي مده الغياب ممكن من 7 ايام ل 10 ايام، والحمد لله بنبدا النهارده بدا العلاج على طول معانا. انا بقى هتكلم على التجهيزات اللي بتتم بعد المباراه، وعندنا طبعا انت عارف ان مجموعه من اللعيبه الدوليه خلاص هتتضم لمنتخباتها الوطنيه، يبقى عندنا سفر لتنزانيا، في تطعيمات طبعا بتتم في افريقيا برضو. يعني قربنا من الصوره دي يا دكتور، وعارف ان حضرتك قدرت ان انت يعني تنظم هذه الامور لبعثه النادي الاهلي. الحمد لله احنا يعني موضوع ضغط الماتشات وما عندناش وقت، فنسقنا الجزء ان في تطعيمات تتحدد قبل السفر، خصوصا ان احنا النهارده هيبقى اول اخر تجمع بيننا مع اللعيبه، خصوصا هيبقى في فتره اجازه. تجمعنا مع اللعيبه وخصوصا بالتنسيق برضو، يعني الدكتور محمد ابو العيال انا مبلغه الاجراءات اللي احنا هناخدها، تطعيمات بسيطه بس بحيث ان اللعيبه الدوليه واللعيبه لما تتجمع يبقى قبل السفر بيوم او يومين كلنا جاهزين اللعيبه تتمرن ونسافر باذن الله لتنزانيا. يعني اخيرا مش هطول. طيب انا بس حبيت اطمن حضراتكم، طبعا ده كان لقاء زميلنا فاروق صلاح عامله مع دكتور احمد جاب الله طبيب النادي الاهلي، وكان مذاع في الاستوديو التحليلي مع كابتن ايمن شوقي، وانا بس حبيت ان انا اجيبه مره اخرى علشان حضراتكم بس تطمنوا، للي ما شافش الاستوديو التحليلي يشوفه مره تانية من خلال 8 او 10 ايام سيكون امام عاشور جاهز ان شاء الله مع النادي الاهلي. اللاعبين خدوا 5 ايام راحه سلبيه، 5 ايام الفتره القادمه، وبعد 5 ايام يرجعوا ان شاء الله لبدايه التمرين مره اخرى، ومن النهارده بقى 5 ايام وكل اللاعبين يرجعوا مره اخرى للتدريب. الحقيقه قبل بس ما اروح لفقرتنا الدائمه بتكون موجوده معانا حائط صد، انا عايز اقول لحضراتكم ان انا عاجبني جدا بيرسي تاو. اشمعنى بيرسي تاو؟ لانه بيرسي تاو لو تتذكروا من سنتين عندما كان النادي الاهلي المدير الفني في النادي الاهلي هو بيتسو موسيماني، بعد ما مشي بيتسو موسيماني كان هناك مطالبات من البعض ان بيرسي تاو يمشي. وبالمناسبه يعني في الوقت ده لما جاله عروض والكلام ده كله قال لك لا انا مش عايز امشي. قال ايه؟ انا مش عايز امشي، انا هقعد وحوري جمهور النادي الاهلي عشان وقفتهم معايا انا هبقى عامل ازاي. وده اللي حصل بيني وبينكم، يعني منذ ان جاء مارسيل كولر وحتى الان او بعد نهايه عقد او عهد موسيماني مع النادي الاهلي ووجود مارسيل كولر، حسينا باختلاف كبير جدا جدا لهذا النجم الكبير بيرسي تاو. يعني احنا قلنا بيرسي تاو مع موسيماني اكيد بقى هيطلع كل اللي عنده لانه بيتسو موسيماني هو اللي جايبه، لا ومؤمن بقدراته والكلام ده كله، ولكن أصر مارسيل كولر إن بيتسو موسيماني يرجع، ويرجع مارسيل كولر أصر على بيرسي تاو إن هو يرجع ويرجع واقف على رجله. الحمد لله يعني ربنا كرم وقدرنا، أو ربنا كرم وقدر بيرسي تاو إن هو يعود بشكل رائع جدا جدا من خلال مارسيل كولر. أنا بس حبيت إن أنا ألفت النظر علشان كرة القدم تحب التحديات. كرة القدم دايما بتحب اللعيب اللي يتحدى، اللعيب اللي يموت نفسه، اللعيب اللي عايز يثبت للجمهور كل شيء جيد. عشان كده بيرسي تاو واحد من افضل اللاعبين السنه اللي فاتت وحتى الان، ربنا يكملها له على خير خلال الفتره اللي جايه.
خلينا نروح لفقرتنا الرئيسية، فقرة حائط صد. الحقيقة كلام كتير بيروجوا بعض مقدمي البرامج اللي معروفين عنهم يعني ان هم بعيدين عن المهنية والمصداقية، بخصوص مفاوضات النادي الأهلي مع بعض اللاعبين في أندية أخرى للتعاقد معهم. أنا بس عايز أقول حاجة في هذه النقطة وحاجة تبقى واضحة وصريحة. الأهلي لا يتفاوض مع لاعب مرتبط بعقد. الأهلي لا يتفاوض مع لاعب مرتبط بعقد، لو أنا عايز لاعب مرتبط بعقد من خلال القنوات الشرعية والرسمية بيكون التفاوض. يعني لو إسلام الشاطر بيلعب في نادي إكس وأنا عايز إسلام الشاطر، وإسلام الشاطر فاضل له 3 سنين في عقده، لازم أروح لنادي إكس واقعد معاه واتفاوض معاه عشان اخد اسلام، ببقى عارف اسلام عايزني ولا لا، ببقى عارف اسلام عايز النادي الاهلي ولا لا، ولكن الاساس في الموضوع النادي. فالتفاوض مع النادي بيكون بشكل مباشر، والاهلي زي ما حضراتكم عارفين علاقته طيبه بجميع الانديه. الاهلي مش بتاع لف ودوران، الاهلي ما بيقعدش يلف ويدور عشان يروح للعيب من هنا ويجيبه هنا وكباري ومش كباري. ده انا نفسي اتقال عليا ان انا رحت، ما بلاش اسلام، اي امام عاشور. تخيل حضرتك ان في ناس متخيله ان امام عاشور مشي لنادي الزمالك، من نادي الزمالك راح لنادي ميتلاند الدنماركي علشان يجي للنادي الاهلي. حاجات غريبه جدا الواحد بيشوفها وبيسمعها. تاني حاجه، إن حتى لو النادي الأهلي، حتى لو اللاعب أنا آسف مرتبط مع نادي بعقد مثلا، يعني هذا العقد ينتهي بنهاية هذا الموسم خلاص، الأهلي لا يتفاوض إلا في الفترة القانونية المسموح فيها بالتفاوض مع اللاعب. فلكل مقدمي البرامج الغير مهنيين، الغير مهنيين، ما تستعجلوش وما تستبقوش الأحداث بكلام من وحي الخيال. مرة ثالثة ورابعة وعشرة ومليون محاولة استخدام اسم النادي الأهلي عشان تزود مشاهدات برنامجك بأخبار غير صحيحة وغير صادقة، دي بعيدة جدا عن المهنية. مرة خناقة، ومرة فلان بيتخانق مع فلان، ومرة كذا، ومرة بيفاوضوا فلان. أي لاعب متاح للتدعيم صفوف النادي الأهلي وأن الأهلي محتاجه، فالطبيعي أنه هو يتفاوض مع ناديه أو يتفاوض معاه في الأوقات القانونية للتفاوض. إيه اللي يمنع؟ ما فيش حاجة تمنعني بالمناسبة، مهما كان اللاعب ده ومهما كان اسمه أتفاوض معاه إذا كان في الأوقات القانونية، أو مع ناديه إذا كنت أرغب، أو مانويل اسمه مارسيل كولر يريده. الحمد لله إحنا مش ممنوعين من القيت مثلا، او علينا فلوس وبالتالي يعني هنتوقف عن ان احنا، لا، هنفاوض اللي المدرب عايزه سواء نادي او هو في الاوقات القانونيه. مارسيل كولر هيكون عايز يتعاقد مع لاعبين في فترات الانتقالات القادمه، طبيعي الانديه الكبيره كده، مفيش مشكله، النادي الاهلي هيتفاوض له مع اللعيبه اللي هو عايزها. لان انا قلت في البدايه ايه؟ قلت في البدايه عندي احسن جمهور بيساند وبيدعم، عندي اداره هي الأفضل بتلبي كل طلبات أي مدير فني في أي لعبة، علشان كده دايماً النادي الأهلي ناجح، دايماً النادي الأهلي بياخد بطولات. ولكن الغريب بقى إن حد يطلع يقولك إيه أحسن لعيب في الأهلي فلان، وأنا رأيي إن هو لازم على محمد عبد المنعم، يعني هو لازم يحترف. هو حضرتك محلل لأحداث المباراة، ولا أنت مستشار فني لإدارة النادي الأهلي، ولا أنت وكيل لاعبين، ولا حكايتك ايه؟ يبقى لو بالكلام اللي حضراتكم بتقولوه يبقى فريق النادي الاهلي، يبقى بيرسي تاو لازم يحترف او يروح يحترف بقى في حته تانية غير النادي الاهلي، يبقى حسين الشحات لازم يحترف، ولازم محمد عبد المنعم، هو الكلام كان عن محمد عبد المنعم، وايضا ياسر ابراهيم بعد المستوى اللي ظهر بيه النهارده لازم ياسر ابراهيم يحترف، ومحمد الشناوي بما انه افضل حارس مرمى في مصر للخمس ست سنين الاخيره، وافضل لاعب في افريقيا من الاتحاد الافريقي، يبقى لازم يحترف. علي معلول ما ينفعش بقى يكمل في النادي الاهلي، مش هو ده، يبقى كل لعيبه النادي الاهلي، يبقى اليو ديانج يحترف، يبقى مروان عطيه يحترف، ده احمد حسن كوكا كمان يحترف. هو في ايه يا جماعه؟
كل لعيبه النادي الاهلي عندهم مميزات وكلهم مميزين في اماكنهم، لكن هم في نادي كبير اسمه النادي الاهلي. وبالمناسبه يعني للي ما يعرفش، هيلعبوا في كاس العالم للانديه، ولعبوا قبل كده مره واثنين وثلاثه ودي الرابعه ورا بعض، ولسه هيكسبوا بطولات خلال الايام القادمه، لسه مخلصين 5 بطولات، خسرنا بطوله في النص ولكن عشان بس العين. فانا نصيحتي للجميع او للمحللين، محللي المباراه، خليكم في التحليل، بلاش تلعب ادوار تانية. حضرتك بتحلل مباراه فحلل الماتش، اشمعنى في اي فرق تانية محدش يقدر يقول الكلام ده، او محدش بيتقال او ما بيتقالش هذا الكلام. من فضل حضراتكم، بالمناسبه ما عنديش مشكله ان اي حد عايز ينتقد اداء النادي الاهلي ينتقده، انت حر قول اللي انت عايزه، ولكن عندما تتكلم عن اللاعبين ولازم يحترف وفلان، يبقى بقى كل اللاعبين دي لازم تحترف، لان هم لعيبه جامده. وبالمناسبه هم مش لازم يحترفوا، هم محترفين في النادي الاهلي، في النادي الاهلي مش في اي حته تانية. حبيت بس اتكلم في هذه النقطه سريعا جدا ونروح لفقرتنا الثانيه بالعقل. طيب بالعقل النهارده، وانا هتكلم مع حضراتكم في كذا موضوع، موضوعين، موضوع خاص بالحكام وموضوع اخر خاص بالمعلقين، معلقين المباريات او معلقين الرياضه. خلينا نبدا مع حضراتكم بالتحكيم بس. كلنا شايفين ان هناك اخطاء واضحه وصريحه في الاسابيع الثلاثه بتاعت الدوري. وجهه نظري يجب على لجنة الحكام ان هي تشتغل على هذه الاخطاء. يا جماعة كل المباريات فيها اخطاء، كل الماتشات فيها اخطاء، هو بيريرا بيعمل ايه؟ لازم يكون له دور مميز. ولكن خلي بال حضراتكم من الكلام، هو مش حضرتك اديت لكلاتنبرج فرصة وكل الناس اشادت بكلاتنبرج الا نادي واحد او الا شخص واحد في نادي واحد هو اللي مشى هذا الرجل من مكانه؟ ادوا الرجل فرصته، ادوا بريرا فرصته. لكن النقطة الأهم دلوقتي، بعيدًا عن استمرار بريرا من رحيله، ما عنديش مشكلة، الناس اللي كانت موجودة قبل كده في أسوأ فترات التحكيم المصري، ما تنفعش ترجع تاني. ما ينفعش الاحتواء، عصر الاحتواء وروح البروتوكول واطلع الحكم وانا قاعد جنبه، اطلعه في التليفون وانا قاعد جنبه، اخليه يخش مع كابتن شوبير عشان يقول كلمتين ويقول روح البروتوكول والاحتواء والكلام اللي سمعتوه قبل كده ده. أسوأ مواسم الدوري المصري او التحكيم المصري، أسوأ. لكن مش عايزين مثل هذه الايام ترجع تاني، وتستغل اللي بيحصل دلوقتي في اخطاء واضحه. ما اقدرش اتكلم واقول، يمكن والله بجد ماتش الاهلي النهارده كابتن البنا رائع. هتقول لي عشان كسبته؟ هقول لك لا، هقول لك النهارده كابتن بنا بكل الطاقم اللي معاه هايلين، ولكن هناك اخطاء واضحه في مباريات اخرى. فدلوقتي طالعين يقول لك ايه، بقى لازم يمشي بريرا، لازم يمشي وبريرا لازم، يعني ايه؟ مش فاهم. احنا كمان زي ما احنا ضد الاخطاء الواضحه اللي بتحصل في كل المباريات الاخرى، بالمناسبه مش بتكلم على ماتش الاهلي، ولكن احنا كمان ضد المؤامره والمخطط اللي فيه البعض بيحاول ان هو يعمله علشان ترجع في الصوره مره تانية وتكون موجوده في منظومه التحكيم. الناس دي خدت التجربه وفشلت يا جماعه، وشفنا معاهم اسوأ ايامنا، مش أيام النادي الأهلي، أسوأ أيام التحكيم. احتواء وروح بروتوكول وكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. شفنا ناس بتغلط النهارده بترجع بكره تحكم الماتش التاني. وشفنا تراجع واضح في مستوى التحكيم، وشفنا مجاملات واضحة. واضحة. فمش مسموح الحقيقة إن احنا نرجع الناس دي تاني. عايز تمشي بريرا؟ هات لنا خبير تحكيم أجنبي. ولكن انا بشوف ان بريرا حتى الان
ما عملش حاجه على الارض، مش باين حاجه، ولكن في نفس الوقت هو الراجل ده ثالث اسبوع ادوا له فرصته، عندنا 10 ايام خلوه ياخد فرصه. هم نفس الشله بتلف في كل البرامج وتقول نفس الكلام، بريرا فاشل، بريرا وحش، انا لا ادافع عن بريرا، ولكن انا مش عايز اللي انا شفته قبل كده كنادي اهلي وكتحكيم مصري ان نصل الى هذا السوء من الـ من الـ من اللي احنا شفناه من سنتين او من ثلاثه. فمن فضل حضراتكم فكروا صح. ما هو كلاتنبرج كان ماشي زي الفل، او شوفوا لنا خبير بنفس المواصفات. مش عايزين نرجع للورا تاني، مش عايزين نرجع لاسماء، مش عايز اتكلم على اسماء بعينها، كلها اسماء والله كلها اسماء محترمه وعلى دماغي من فوق ماليش علاقه، ولكن لا يصلحوا ان هم يكونوا رؤساء للجنه الحكام. احتواء، فار، او روح الفار وروح البروتوكول وروح المش عارف ايه، اي كلام بيتقال ونسال هنا ونسال هنا، او بيكلمونا كخبره بقى فنسال هنا ونسال هنا ونسال هنا، يقول لك مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، يعني ايه روح البروتوكول ويعني ايه روح الفار ويعني ايه روح الكلام اللي كنا بنسمعه والاحتواء ومش الاحتواء والكلام ده كله. شوفوا لنا خبير بنفس المواصفات كلاتنبرج مثلا. بلاش مره تانية، بلاش نرجع لورا لانه ده مهم جدا. طيب موضوع برضو تاني مهم عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، وهو لما واحد يطلع يتكلم عن النادي الاهلي لازم تاخد بالك وانت بتتكلم عن النادي الاهلي. يعني ايه؟ يعني لما تطلع تتكلم عن النادي الاهلي تقوم تقف. النادي الاهلي لو محتاج لاعب في اي مكان، في اي مكان، انا بس من شويه في حائط صد قلت لكم انه طريقه التفاوض مع اللاعبين بتبقى ازاي من خلال النادي الاهلي. النادي الاهلي عايز امام عاشور، امام عاشور بيلعب فين؟ في ميدلاند، راح لميدلاند قعد معاهم، عايزين كام؟ شاف اللاعب، اتكلم مع اللاعب، خلص مع اللاعب. امام عاشور ده امام عاشور. طب كهربا نفس الكلام. طب غير كهربا وامام عاشور بيلعب في اي مكان في مصر او بره مصر، هنعمل كده برضو. النادي الاهلي بيبقى قوي بهؤلاء اللاعبين، والنادي الاهلي بيشتري اللاعبين دول علشان يبقى اقوى واقوى واقوى، بيبقى قوي علشان هو هيلعب كاس عالم للانديه، بيبقى اقوى علشان هيلعب الدوري السوبر او الدوري الافريقي الممتاز، هيبقى اقوى او عايز يقوي من نفسه علشان ياخد الدوري للمره ال 43، عايز يبقى اقوى علشان ياخد الكاس مره تانية. هو ده النادي الاهلي بالمناسبه. فمش هيفرق انا جايب اللعيب ده منين، هيفرق معايا انه اللعيب ده انا عايزه، اللعيب ده هينفعني في المباراه دي، اللعيب ده هينفعني في الدوري، هينفعني داخل النادي الاهلي، وبالتالي هشتريه بالطريقه اللي دايما النادي الاهلي معودنا عليها، اللي هي ايه؟ يا هروح اتفاوض مع النادي اذا كان اللاعب عنده سنين في عقده، او هتفاوض مع اللاعب ولكن في الاوقات القانونيه اللي بيسمح بيها القانون، وده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي، وده اللي هنفضل نقوله، وده اللي هيفضل دايما معانا، ومش هنغير مثل هذا الكلام. خلينا بقى نروح نشوف اخبارنا المحليه والعالميه من خلال هذا التقرير، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. تغادر بعثة منتخبنا الوطني القاهرة صباح غد الاثنين إلى الإمارات استعدادا لبدء المعسكر التدريبي المغلق الذي ينطلق ب 25 لاعبا على أن ينتهي يوم 17 من الشهر الحالي. أكد جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن مواجهة منتخب الفراعنة الودية ستكون امتحان حقيقي للاعبيه، وسيكون هناك ضغطا كبيرا للاستعداد من أجل بطولة إفريقيا، وسيسعى للاستفادة من المباراة، خاصة أن المنتخب المصري لديه انسجام جيد بين لاعبيه وهو في أفضل حالاته. اتفق اتحاد كرة القدم مع المدير الفني للمنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي على إقامة ودية مع منتخب الأردن على ملعب المقاولون العرب مساء يوم الخميس المقبل. ويدخل المنتخب الأولمبي معسكرا تدريبي خلال فترة التوقف الدولي استعدادا لملاقاة الأردن في القاهرة يوم 12 من شهر أكتوبر، قبل مواجهة أوزباكستان في طقشند يوم 16 من الشهر ذاته.
أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري إقالة البلجيكي سيفين فاندين بروك من تدريب الفريق بالتراضي، وذلك بسبب عدم توافق وجهات النظر بين الطرفين. حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف الخميس المقبل موعدا لإجراء قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، وتجرى القرعة في 10 مساء بتوقيت القاهرة. توج محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام برايتون، والمقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي. كما بات نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الهداف التاريخي لفريقه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل ثنائية ضمن منافسات الجولة التاسعة. وفض النجم المصري شراكة مع الإنجليزي دالجليش الذي كان يعد الهداف التاريخي لمباريات ليفربول أمام برايتون برصيد 6 أهداف. نفى الأرجنتيني مارتينيو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي التقارير التي أكدت عودة لاعبه ليونيل ميسي إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني في الميركاتو الشتوي المقبل على سبيل الإعارة، مؤكدا أنها مجرد شائعات لا أكثر. أكدت تقارير صحفية توصل ريال مدريد الاتفاق النهائي مع المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من أجل تجديد العقد بين الطرفين، وسط توقعات بالإعلان عن الأمر قريبا. من جهته أعرب فينيسيوس عن سعادته والرغبة بالاستمرار باللعب طيلة حياته في ريال مدريد، خاصة مع مشجعين يمنحونه الاحترام والحب على حد قوله. نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن أن نادي روما الإيطالي مستعد لإقالة مدربه البرتغالي جوزي مورينيو مع تكبد الفريق 4 هزائم في الدوري الإيطالي حتى الآن، كما أن الفريق افتتح موسمه بشكل سيء للغاية بخسارته 2 وتعادله في أخرى، وفي حال إقالته من المحتمل أن يتسلم المهمة بديلا عن المدرب هانز فليك. طيب دي كانت جولة في أهم الأخبار المحلية والعالمية. آخر حاجة بس عايز أقولها قبل ما أروح لفقرة صنع في الأهلي النهاردة، وأنا بقولها من واحد لعب كورة قبل كده لأخويا الصغير عايز يفهم الكلام، أوكي مش عايز يفهمه، عايزين تاخدوها في إطار إن هي مش عارف إيه والكلام اللي بيتسمع ده، ما عنديش مشكلة. ولكن عبد الرحمن مجدي النهاردة لاعب النادي الإسماعيلي في مباراة الأهلي والإسماعيلي عمل حاجة ما عجبتنيش أنا شخصيا. عبد الرحمن من اللعيبة الكويسة جدا، واللي أنا شايف إن هو يعني مستقبله مع النادي الإسماعيلي هايل، وواحد من الأعمدة الرئيسية في النادي الإسماعيلي. مهما لو كنت كسبان 10 أو لو كنت مغلوب 10 مالكش دعوة بالولاد اللي واقفين برا بيجيبوا لك الكورة. الولاد دول سواء في إسماعيلية أو سواء تبع النادي الإسماعيلي أو تبع النادي الأهلي ما ينفعش إن أنت تتكلم معاهم بهذه الطريقة. والله العظيم ثلاثة أنا بقولها نصيحة وليس أكتر. ما ينفعش تتكلم مع ده درس، ما ينفعش تتكلم مع الولاد دول كده. بالعكس الولاد دول بيشوفوا لعيبة الكرة اللي قدامهم قدوة ليهم، فما ينفعش مهما عمل الولد غلطان والولد كذا والولد ما ادكش الكورة وكل ده، ولكن ما يصحش ان انت تعمل كده يا عبد الرحمن. انا اسف ان انا يعني، ولكن انا عارف ان عبد الرحمن ممكن يتقبل مني هذا الكلام. اطلع واعتذر لهذا الشاب وقول له في يوم من الايام هتبقى انت بتلعب وفي لعيب واقف او في ولد صغير واقف بره، ما تعملش معاه كده. ما يصحش اللي حصل النهاردة عبد الرحمن. وجهة نظري ان انت لو طلعت اعتذرت ناس كتيرة جدا جدا هتتقبل اعتذارك، لانه الولاد الصغيرين دول بيشوفوا لعيبة الكرة قدامهم قدوة كبيرة جدا جدا. مهما كان بقى مش فارق معاه التيشيرت اللي هو لابسه، اذا كان اهلاوي بيحب النادي الاهلي وكل حاجة، ولكن هي دي ما ينفعش الطريقة دي ما تنفعش. وهايل كابتن بنا بصراحة. الولد غلطان او الشاب الصغير ده غلطان، معاك ان هو غلطان، ولكن ما ينفعش نعمل معاه كده، ما ينفعش نشوط الكوره ناحيته والكلام ده كله. عبد الرحمن من الناس المؤدبه والمحترمه، اطلع اعتذر للولد وخلي بالك من انت ما ينفعش تعمل كده حتى في اسماعيليه، ما ينفعش تعمل كده في اي حته. وصلنا لفقره صنع في الاهلي، وفقرتنا النهارده
وكالعادة دائما بتكون صنعة في الأهلي. النهاردة في صنعة في الأهلي معانا واحد من نجوم النادي الأهلي في الجمباز، كابتن كريم علي عبد الرحمن، وهو حاليا المدرب العام للجمباز بالنادي الأهلي، لاعب دولي من عام 1992، حقق مع النادي الأهلي العديد من البطولات، لعب مع منتخب مصر 15 سنة، حقق العديد من البطولات سواء مع المنتخب أو مع النادي الأهلي. تقريرنا النهاردة صنع في الأهلي، كريم علي عبد الرحمن نجم النادي الأهلي السابق في الجمباز، ومن بعد فاصل ومن بعد الفاصل نستقبل النجم الكبير كابتن أحمد عادل، هيكون ضيفنا في الفقرة الأولى النهاردة. أنا بدأت جمباز من يوم ما بابايا الله يرحمه بدأ هو جمباز، أنا بعتبر نفسي كده. بابا والدي الله يرحمه أستاذ دكتور علي عبد الرحمن، علامة من علامات الجمباز في مصر، كان بطل مصر في الجمباز وبطل دولي ولاعب منتخب، وكان هو اللاعب في نادي التوفيقية وكان مدير الفني ساعتها في نادي التوفيقية. أنا اتولدت بعد كام يوم نزلت الملعب مع والدي بلف اللفة يعني. فأنا أعتبر بدأت الجمباز من عمري من 45 سنة، فمن سنين كتير وأنا في الجمباز. أنا بدأت في نادي التوفيقية وإلى الآن بكن للمكان ده كل تقدير واحترام، بس أنا من يومي أهلاوي، أهلاوي وأهلاوي صعب، بحب النادي الأهلي جدا. قعدت ألعب لغاية مرحلة سنة 95-96 في النادي الأهلي في نادي التوفيقية. والدي الله يرحمه انتقل للشغل في أحد الدول العربية في أحد الجامعات كأستاذ جامعة، وهو ساعتها قرر إن إحنا ننتقل للنادي الأهلي لأن هو أأمن مكان يأتمن عليه وجودنا كلاعبين، ولاعبين عايزين نؤمن مستقبلنا ووجودنا في المنتخبات يعني. فجيت هنا حتى أفتكر دي كانت لحظة فارقة يعني. نادي الأهلي ما ينفعش في رياضة الجمباز غير العضو يلعب. أنا دفعت العضوية وخدت الريسيت رحت بيه البطولة. يعني خرجت من الخزنة، وكان ساعتها تسجيلات ما فيش كمبيوتر في البطولات بيدوي. سنة 96 كانت بطولة منطقة القاهرة للجمباز كانت في نادي الصيد. خدت الإيصال بتاع العضوية ورحت حطيته في الاتحاد، سجلوني باسم النادي الأهلي. أسعد لحظات حياتي. اليوم ده انا جبت فيه 6 ميداليات منهم 3 ده. المواقف الصعبه 2003 رحت لعبت دوره عالم افريقيه في نيجيريا، الظروف هناك كانت صعبه قوي جدا. انا من الدفعه اللي جالها الملاريا، اول واحد داخل المستشفى، وكان 8 ايام صعبه يعني. 8 ايام قعدتهم في المستشفى صعبه، تقريبا خسرت نسبه كبيره من وزني. رجوعي للجمباز كان عندي ان انا محاذير ان انا ارجع للجمباز بعديها لمده 3 شهور ما المسش جهاز، ما اعملش ضغط على الارض. رجوعي بعديها للجمباز كان صعب جدا، بس ربنا سهل، في خلال 4 شهور رجعت ولعبت بطوله افريقيا ولعبت دوري العاب عربيه في الجزائر وسافرت بطوله عالم بعديها في 2005، وربنا كرمني لغايه لما اعز بقى بطوله على قلبي بطوله اعتزال. دي كانت لحظه صعبه قوي عندي. أنا كنت قبل البطولة بفترة أنا كنت مقرر أنا هعتزل في البطولة في مصر، ومصر كلها شايفاني، وهعتزل وأنا واقف على المنصة باخد الميدالية، وإحنا بنكسب ومصر بتكسب وأنا باخد الميدالية هعلن اعتزالي. وده اللي حصل. الحمد لله أسرتي كلها كانت موجودة، أسرة الجمباز كلها اللي هي طبعا تعتبر أسرتي الكبيرة موجودة، كل أفراد الجهاز الفني ساعتها في النادي الأهلي كانوا موجودين، مدربي الاساسي هو ما كانش ساعتها عضو في الجهاز الفني المنتخب، اخويا الكبير دكتور احمد علي، وهو مدربي واستاذي في الكليه في نفس الوقت كان موجود. كانت لحظه فارقه جدا وكانت لحظه صعبه، بس انا كنت ساعتها
قررت ان انا اعتزل لان وصلت لسن 30 وده صعب حد يوصل في المجتمع عندنا في مصر لسن 30 وهو لسه بيأدي من باص. والحمد لله كان ترتيبي في المنتخب الاول وعلى البطولة كلها الرابع وحصان القفز من الثلاثة الاوائل ومنتخب مصر خد المركز الاول وكنت كابتن الفريق في البطولة دي اعز البطولات على الاقل. بس الجمباز نادي الاهلي ده حياه يعني من ساعه وجودي انا من 27 سنه كلاعب يعني الحمد لله بفضل ربنا 11 موسم او 12 موسم متوالي بفضل ربنا على طول اول تاني تالت في البطولات اللي هي ايه المحليه والدوليه على طول الحمد لله نتائج افريقيه وعربيه ما تعدي يعني الحمد لله ما نعدش يعني. بالنسبه للجيل اللي بعديه كان عندنا لعيبه كتير كويسين يعني الحمد لله ما فيش مرحله عدت الا وعندنا لعيبه في المنتخبات سواء على مراحل الناشئين او الفريق الاول. فاحنا الحمد لله النادي الاهلي يعني داعم جيد واساسي لمنتخبات مصر سواء في البنين او في البنات قطاع الرجال او قطاع السيدات في الجمباز على مدار السنين من يعني من ساعه ما انا بدات داخل جدران النادي الاهلي الى يومنا هذا. يعني احنا كان عندنا اتنين لعيبه بيمثلونا في بطوله العالم وفي بنت جميله اسمها ندى كانت لسه بتلعب كاس العالم في فرنسا قبليها بشويه غير بطوله افريقيا غير البطولات الدوليه غير بطولات كؤوس العالم تعمل في مصر. فاحنا الحمد لله رب العالمين يعني احنا عندنا قصه نجاح ماشيه بصفه مستمره. فريق الدرجه الاولى الحمد لله انا جت فتره مسكت منتخب مصر ثلاث سنوات يعني رجعت بعديها النادي الاهلي تاني بنينا فريق درجه اولى جديد وربنا كرمنا الحمد لله وكسبنا الموسم اللي قبل اللي فات وكسبنا الموسم اللي فات. نتطلع ان شاء الله ان احنا نكسب الموسم ده كمان مره عشان تبقى باذن الله ان شاء الله المره الثالثه. يعني احنا بنجتهد وبنسعى وعلى الله التوفيق يعني. بس احنا الحمد لله دايما بنسعى ان احنا نبقى في الصداره. كيان النادي الاهلي ده كيان مفيش كلام يفيه حق نادي عظيم وكل من مر على رئاسه او عضويه مجلس اداره النادي الاهلي هو شخصيه عظيمه كيان كبير بيرقصه الاسطوره كابتن محمود الخطيب كابتن النادي الاهلي على مدار التاريخ ورئيس النادي الاهلي الحالي. بنقول له بالمناسبه حمد لله على السلامه. كل من يتحدث داخل جدران النادي الاهلي سواء في الاعلام او سواء بتصريح او سواء احد مدربي الفرق تشعري ان هو رجل دوله. ده اللي احنا بنتربى عليه داخل جدران النادي الاهلي. دولتنا مصر دوله كبيره. النادي الاهلي نادي كبير جوه دوله كبيره زي مصر. وجدير ان هو يمثل مصر بكيانه وقيمته المعروفه على مستوى العالم. النادي الاهلي ما ينفعش اقول بحبه لا هو النادي الاهلي حياتي جوه النادي الاهلي وعشقي وعشق ولادي جوه النادي الاهلي واسرتي انا حياتي جوه النادي الاهلي يكفي ان انا اقول لك ان انا حياتي في النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد عادل. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن مصر. اخبارك يا حبيبي؟ زي الفل الحمد لله. كويس الحمد لله. قبل بس ما نتكلم عن مباراه الاهلي والاسماعيلي النهارده يعني انا كنت حتى بتساءل عن اصابه امام عاشور هل هيروح المنتخب ولا لا ولكن من خلال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم من 14 دقيقه تم استبعاد امام عاشور للاصابه واستدعاء احمد نبيل كوكا لمعسكر المنتخب استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر. اذا امام عاشور تم استبعاده وامام عاشور هيواصل مرحله العلاج خلال العشر ايام القادمه داخل النادي الاهلي وتم استدعاء احمد نبيل كوكا حقيقه يستحق سواء عمل مباريات رائعه مع المنتخب الاولمبي والماتشين اللي لعبهم الحقيقه عامل مباريات جيده جدا مع النادي الاهلي. رايك في الامر يا اكيد الف سلامه على امام طبعا. اكيد عنصر مهم داخل النادي الاهلي لكن بتمنى له الشفاء وبتمنى له ان هو يرجع في اقرب وقت وتكون الاصابه خفيفه. اكيد كوكا زي ما بنتكلم عليه تالقه مع النادي الاهلي او مع منتخب الاولمبي اتمنى له التوفيق مع منتخب الاول وهنا الفرصه كابتن ما بتجيش الا بالمواقف دي
يعني فرصتك ان انت تمسك في المنتخب الاول ويبقى ليك مكانه ما بتجيش اللي هي مصائب قوم عند قوم فوائده. فان ربنا يجعل الامام اصابه النهارده وكوكا يروح مكانه فده اكيد سبب. اتمنى ان كوكا يقدر يستغل الفرصه دي ويقدر ان هو يكون اضافه للمنتخب الاول ان شاء الله. ان شاء الله ماتش الاهلي والاسماعيلي النهارده 3-1، نادي الاهلي عامل مباراه جيده. أكيد ده ما فيش شك يا كابتن، يمكن لما هنتكلم قبل المباراة كانت كفة النادي الأهلي هي الأرجح لأساليب كتير أو لأسباب كتير الفترة الأخيرة أو الاستقرار الفني اللي موجود عند النادي الأهلي، مفاتيح اللعب اللي زي ما بنتكلم دايما إن هي مفوقة النادي الأهلي، وكان أهمهم بيرسي تاو وحسين الشحات وتألقهم على مدار تاني سنة على التوالي، ده حاجة مش جديدة عن النادي الأهلي وده اللي بيرجح كفة النادي الأهلي دايما بذكاء الرجل وكيفية تعامله مع المباريات مع عملية التدوير اللي الراجل بيعملها حتى في التغييرات مع سيستم اللعب اللي الراجل حطه ان اي حد لما بيشارك بيأدي بنفس الاداء مع نزول رضا سليم وطاهر والتغييرات اللي حصلت اضافت لخط هجوم النادي الاهلي، عشان كده دايما كفة النادي الاهلي هي الارجح في المكسب وفرض اسلوب اللعب اكيد. ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال ومستر مارسيل كولر، مباراة كانت رائعة الحقيقة من على الخطوط، كيف تابعت هذه المباراة؟ أكيد ده لا يقلل طبعا كابتن إيهاب جلال مدرب كبير، أعتقد إن الظروف اللي في نادي الإسماعيلي الفترة الأخيرة بالعكس أنا شايف إنهم عملوا ماتش جيد النهاردة، عملوا ماتش جيد وفي عناصر جيدة في نادي الإسماعيلي، لكن مع الوقت أسلوب الكابتن إيهاب جلال هيبان مع نادي الإسماعيلي مع هي. مع طريقة اللعب اللعيبة، كابتن إيهاب حتى من المدربين اللي بتقدر تحفظ اللعيبة ليه سيستم لعب وأداء لعب، أتمنى له التوفيق مع النادي الإسماعيلي، لكن دايما لما هتكلم أي فريق هيواجه النادي الأهلي هيواجه صعوبات لكثره مفاتيح اللعب اللي موجوده داخل النادي الاهلي. ما تفتحش اللعب، انا وجهه نظري دايما عايز اللعب ما تفتحش اللعب، ما ينفعش تفتح اللعب مع النادي الاهلي. طبعا يا كابتن اسلام انت بتتكلم في 7 مفاتيح لعب داخل النادي الاهلي ممكن تسميهم بالاسماء، والنهارده بتشوف كوكا ممكن بيلعب رقم 6 وبيعمل ثرو، انا بشوف انه ولا اروع لحسين الشحات، فده حاجه بتضيف حتى للنادي الاهلي ان انت يبقى عندك ديفندر او عندك لعيب رقم 6 بيقدر يعمل ثروهات ويوصل حتى الهافات اللي عندك او الفرويد اللي عندك، دي حاجه بتضيف حتى لكولر وللعيبه اللي معاه. النهارده بما اننا بنتكلم عن المنتخب واحمد حسن كوكا، احمد حسن كوكا عامل مباراه جيده جدا النهارده يا احمد، في ظل ان انت يعني هو الحقيقه عامل كام باص النهارده انا شايفهم رائعين، في ظل التغيرات اللي دايما بتحصل سواء يعني احنا النهارده متوقعين مروان عطيه في جانب احمد حسن كوكا يؤدي اليو ديانج فوكينا بيؤدي بسم الله ما شاء الله بشكل جيد جدا. اكيد يا كابتن دايما ده اللي معودنا عليه الراجل ان هو لما بيلعب حته عمليه التدوير اللي ذكرتها يعني ما حدش كان في دماغه النهارده ان هو ان احمد حسن كوكا هيلعب. بص يا كابتن انت لما توصل لمرحله مع مدير فني ان اي حد يلعب يتالق دي بترجع للراجل وطريقه لعبه واسلوب لعبه، زائد ان اللعيبه بقى عندها خبرات ان هي تقدر تساعده بشكل كبير جدا على تنفيذ تعليماته او تنفيذ طرق اللعب اللي بيلعب بيها، ودي المرحله اللي وصل لها النادي الاهلي مع مجموعه اللعيبه دي، يمكن كان من ابرزهم كوكا، اعتقد ان هو بقى من اهم اللعيبه في نص الملعب بيضيف لنص الملعب، وكل ده كل اللي بنشوفه ده في مصلحه النادي وفي مصلحه الفرقه ان يبقى عندك في كل مركز 2 أو 3 لعيبه بيقدموا بنفس الاداء بيقدموا بنفس المستوى، فاعتقد ان ده كل ده في مصلحه النادي الاهلي، وزائد ان اللعيبه دي بقى خلاص بقت متمرسه بشكل كبير جدا على طريقه لعب الراجل وبتضيف بتنزل تضيف حتى في غياب مروان او غياب اليو ديانج لاي سبب من الاسباب، لا كوكا بينزل يأدي، ممكن قفشه بينزل في المكان ده برده بيأدي، طاهر بينزل بيضيف، فاعتقد ان كل الاسباب دي هترجح كفه النادي الاهلي وتقدر تساعد الراجل بشكل كبير جدا ان هو ينجح اكيد. جون حلو قوي يا احمد اللي احنا شايفينه ده، علي امام حسين بيرسي تاو هدف. بص يا كابتن انا بشوف إن الجول ده نفس الجول الثالث بالظبط، الترابط اللي عامله علي معلول مع رضا سليم مع طاهر في الجول الثالث بس اختلاف هنا الاسماء يعني اختلاف الاسماء، علي هو نفس مفتاح اللعب مع حسين الشحات مع امام عاشور نفس طريقه اللعب، وهو كان من اهمهم طبعا اهم مفاتيح لعب انا بشوف ان هي في افريقيا وعلي معلول هو محور اداء لعب النادي الاهلي لفتره من الفترات، بيقدر يساعده بكده بقربه من امام عاشور مع حسين الشحات عاملين جبهه قويه جدا تقدر ان هي تحقق هدف، ومن احلى الاهداف بصراحه. شكرا من هنا من اليو لكوكا، كوكا عمل الاسلوب باص عالمي، التحرك بتاع حسين ساعده بشكل غير التصرف التحرك بتاع حسين طبعا
خلاص حسين وصل المرحله نفس برضو الهدف الاولاني، التحرك اللي عمله حسين مع امام وان هو يخش في في المنطقه دي، وحسين بيلعب على طول دايما كورته في البعيده. ف لا بس خلاص. اللعبه بتحس انها محفوظه يعني، بسم الله ما شاء الله، حسين الشحات فتح على الخط وقطع من على الخط لجوه، بيرسي تاو فتح على الخط وقطع من على الخط. يعني تحس ان اللعبه، واي حد معاك كوره في كل ده بالتمرين. نعم. يعني كل ده بالتمرين. فعلا بالتمرين، وخلاص اللعيبه بقت حافظه اماكنها. بص يعني بص من الزاويه دي عامله ازاي، حلو قوي بصراحه. يعني انا الجون ده برده يعني احمد حسن كوكا من اللعيبه اللي انا بشوفها تطورت بشكل كبير جدا جدا مع مارسيل كولر الحقيقه، وحسين طبعا. انا بص يا كابتن، يعني ده لا انا ممكن احنا لسه في اول الموسم، بس ده اعتقد ان هو هيبقى، اعتقد ان هو من احسن الاسيستات، يعني احسن اسيست ممكن ياخده في الموسم. الثرو باس من كوكا بصراحه كان غير متوقع. المباراه بدات ان الاهلي والاسماعيلي مهما كان، الاهلي والاسماعيلي بتبقى دايما مباراه نديتها كبيره جدا جدا مهما كان وضع الاهلي او وضع الاسماعيلي في المباراه. لكن في الاخر النادي الاهلي او بعد 10 دقائق ربع ساعه الاهلي قدر يفرض كلمته احلى. ما ده كابتن اللي معودنا عليه مستر كولر، ان هو بينزل بيفرض اسلوب لعبه، بيعمل الضغط العالي من اول مباراه، بيحاول في يعني عشان يسهل على نفسه المباراه، اول 10 دقائق اول ربع ساعه لازم يسجل هدف. هنا بتفتح خطوط اي فريق بيلعب النادي الاهلي، وده كان يمكن حضرتك السبب اللي قلت لي ما ينفعش تلعب جيم مفتوح امام النادي الاهلي، وخصوصا انت لما هيجي يعني هتستقبل هدف من النادي الاهلي وهتفتح خطوطك، هتواجه صعوبات بشكل كبير، لان الراجل دايما بيحتاج ان هو يدور الكره دايما ويستغل اقرب فتره فيها ثغره او اقرب مساحه فيها ثغره، اللعيبه سواء بيرسي تاو او علي او حسين الشحات او امام بيقدر يستغل دي كويس، الثغرات اللي بين خطوط الدفاع بيقدر يستغلها. اكيد اول ربع ساعه هدف، ده بيسهل الامور على النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي لما بيجيب الاول بيفكر في الثاني وفي الثالث، دي الميزه اللي بيميز بيها النادي الاهلي، ان انت دايما على طول عايز الثاني وعايز الثالث ممكن الرابع، ما بيقفش عند هدف وخلاص كده المباراه خلصت. رايك في بدايه النادي الاهلي التشكيل يعني في البدايه مع النادي الاهلي وعمليه التدوير اللي بيعملها مارسيل كولر؟ اكيد ده التشكيل الامثل للنادي الاهلي، مع تغيير نص الملعب ان كوكا بيبدا، دي حاجه برضو ميزه بتضيف للراجل، ان هو راجل مش مثبت تشكيل، لا الراجل بيعمل عمليه التدوير ما بيغيرش كتير في التشكيل في بدايه المباراه، لكن الراجل دايما بعد الدقيقه 60 تغييراته بتبقى بتفرق مع النادي الاهلي، مع مجموعه اللعيبه اللي بتنزل بتضيف لخط الهجوم، سواء كان من اهمهم النهارده طاهر او رضا سليم، لا نزلوا اضافوا، وده الغرض في الاخر، ان انت كل ال 25 لاعب في اي دقيقه واي وقت ان انت بتنزل فيه بتادي الدور اللي عليك، والراجل ناجح بشكل كبير جدا في التعامل مع اللعيبه في المواقف دي. الاسماعيلي النهارده شفت اداؤه ازاي؟ الاسماعيلي كان دايما بيحاول، يعني دايما بيحاول مع سواء مع كابتن ايهاب، وده اللي ما يميز نادي الاسماعيلي، يمكن يعني اعتقد ان هتواجه نادي الاهلي هتواجه صعوبه، لكن مع فرق ثانيه لا ممكن ان الاسماعيلي يبقى وضعه احسن من كده، لان مع كابتن ايهاب مختلف عن السنين، يعني عن السنتين الصعبين اللي فاتوا بالنسبه للنادي الاسماعيلي. اتمنى ان مجلس الاداره يوفر السبل الراحه للكابتن ايهاب، هينجح يعني، اتمنى ان مجلس اداره النادي الاسماعيلي بعكس السنين السابقه من بدري يقدر يوفر سبل امكانيات ان انت ازاي تستقر، مع استقرار مع كابتن ايهاب جلال، هو من اميز المدربين على مستوى مصر، ومع مجموعه لعيبه هنقول صغيره في السن لكن ممكن يبقى عندها اهداف وطموحات. اتمنى الاسماعيلي في اول فترات او اول دور بالاخص ان هو يجمع اكبر عدد من النقاط، هتريحه في الدور الثاني وهنشوف شكل افضل من كده، لان دايما صعب عليك يا كابتن اسلام مجموعه اللعيبه لما تبقى صغيره وتلعب تحت ضغط، ممكن العمليه بتفرط منك بلغوت الكوره كده شويه، لكن اتمنى الاسماعيلي في اول المباريات يحقق مكسب او مكاسب او عدد نقاط، يجمع اكبر عدد نقاط ان هي تقدر تساعده ان الدور الثاني يلعب باريحيه. الطاقم التحكيم النهارده كابتن محمود البنا ومعاونيه. لا انا بشوف يعني من اميز الحكام في مصر، وانا بالنسبه لي حكم رقم واحد هو كابتن محمود البنا. في كل المواقف بصراحه ما بيفرقش معايا سواء بيلعب اهلي بيلعب زمالك بيلعب اسماعيلي بيلعب اي فريق، عنده ثبات عنده فير بشكل كبير جدا، ما بيشوفش الوان، وده ما يميز كابتن محمود البنا. مع طاقم تحكيم اعتقد ان هم خرجوا بالمباراه لبر الامان، اخطاء تحكيميه قد تكون وارده لكن كانت قليله يعني. بس التحكيم بشكل عام شايفه ازاي يا احمد؟ لانه
يعني انا كنت بتكلم، انا من وجهه نظري حاسس انه هناك مؤامره على التحكيم او على الخبير الاجنبي، بغض النظر عن رضائك او عدم رضائك عن اداء بريرا، ولكن على وجود الخبير الاجنبي انا بحس ان في مؤامره. البعض بيحاول ان يعود بالزمن الى الوراء، الى زمن الاحتواء وزمن، يعني بجد انا لو انا كنت هنا مع في قناه النادي الاهلي بسال، وسالنا خبراء كتير جدا اجانب عن هل في حاجه اسمها احتواء، قالوا لي ما حدش يعرف. حاجه اسمها روح البروتوكول، لو تفتكر الاكسبريشن او التعبيرات دي، تعبيرات اللي كانت بتتقال، روح البروتوكول قالك مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، تحكيم 1+1=2. فانا بشوف ان هناك مؤامره بتحصل على اسم خبير اجنبي، بغض النظر عن انت راضي او غير راضي عن بيريرا. بص يا كابتن، لبعض الاسماء الواضحه واللي معروفه واللي عايزه ترجع في الصوره مره ثانيه. خليني حضرتك حطيت يعني ايدك على نقطه من اهم الاسباب اللي قد تؤثر على التحكيم في مصر، ان الكرسي في بعض الاشخاص اللي ممكن قد تحارب، مش حتى هنقول خبير اجنبي، على اي حد بيقعد على كرسي رئيس اللجنه او رئيس لجنه التحكيم، ان الكرسي مش حجر على حد او مش لحد بعينه، وده اي حد هيبقى موجود في المكان ده اكيد هيتحارب من الاشخاص دي. فاتمنى ان اللي يعمل كفر على مستر بيريرا في ادارته للتحكيم واستقرارهم عليهم هو اتحاد الكوره، اتمنى وهم عارفين الاساليب اللي هيتحارب بيها الراجل كويس، اتمنى ان هم يقدروا يعملوا عليه الكفر المناسب في حته الاستقرار، حته الدعم بالامكانيات. اتمنى يعني في ظل الظروف اللي فيها او النجاح البطوله وشكل البطوله، اتمنى ان الاحتواء على لجنه الحكام او رئيس لجنه الحكام، اتمنى ان يكون افضل من كده، ويعرفوا الحرب جايه منين والطريقه بتبقى عامله ازاي، والاشخاص معروفين جدا. اتمنى ان الظروف تبقى احسن من كده لصالح الكره المصريه بالظبط. ده دي اهم حاجه. الثلاث ماتشات اللي لعب فيهم فيهم بعض الاخطاء التحكيميه، ولكن جيدين، لا تؤثر على اي مباراه. يعني الله ينور عليك. ولكن انا بتكلم عن 17 فريق اخر، عند في مشاكل كتيره في عدد كبير من المباريات. اكيد يا كابتن اسلام، اكيد. فده اللي انا بتمناه، في اخطاء وارده، اخطاء وارده طبعا دي قد تؤثر على المباريات، لكن مش اخطاء جسيمه يعني. فاتمنى ان يدوا للراجل الفرصه المناسبه او الجو المناسب ان هو يقدر يشتغل، الابقاء عليه او الاستقرار عليه ده اللي انا بتمناه. الدعم الكامل ليه من اتحاد الكوره، مجلس اداره اتحاد الكوره، اتمنى ان يشتغل في ظروف احسن من كده، ويقفلوا على الراجل ويقفلوا على الحكام المصريين، والتطور الدائم اللي الراجل دايما بيشتغل عليه هنشوف التحكيم في مصر افضل من كده ان شاء الله. اصابه امام عاشور، وعلى الجانب الاخر كنت يعني هسالك في تالقه ودخوله بسرعه مع كولر، ولكن اصابته شفتها ازاي سريعا؟ يعني اصابه امام انا بشوف انه حماس زايد، يعني حماس زايد من عند امام. الحماس اللي بيشوفه او الدعم اللي بيشوفه من جماهير النادي الاهلي ده غير مسبوق لي بالمره. صحيح. كامام عاشور والدعم الكامل والمسانده الدائمه في كل مباراه، مع ان امام بيبقى فعلا عند حسن الظن في عامل فارق مع اداء النادي الاهلي. انا بشوف ان امام كواليتي لعيب يا كابتن اسلام بقالنا 10 سنين ما شفناهوش. يعني زي ما بنتكلم على حسين الشحات او اداء بيرسيتاو، انا بشوف على مستوى مصر اداء امام عاشور وتالقه حتى في الثلث الامامي، يعني كواليتي لعيب انا بقالنا 10 سنين ما شفناش لعيب كده. فده كان متوقع لامام، زي ما اتكلمنا قبل كده لصغر سنه امكانياته الفنيه، راجل بيلعب برجله الاثنين ما شاء الله، بيقدر يعمل الزياده العدديه، فارق مع خط هجوم النادي الاهلي، بيقدر يعمل لك فارق، مفتاح لعب مهم سواء لزمايله او للفرقه، او ان هو يقدر يحرز اهداف او يشوط على المرمى، بيقدر ينقلك في اقل عدد من الباصات اللي تلت الملعب الامام، بيقدر يتحرك في التلت الاخير بشكل جيد. اعتقد ان لا، اللعيب مختلف، واتمنى له ان امام يرجع يكون اضافه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. طيب رايك في مستوى الدوري حتى الان؟ اكيد لسه بدري طبعا، ولكن لسه بدري، لكن في فرق ترتيبها في الجدول مش ده مكانها الطبيعي. يعني بنتكلم على فاركو، بنتكلم على الفرق دي مدعمه بشكل جيد، امكانيات رهيبه كبيره، امكانيات ماديه،
اتمنى ان زي ما كنا بنتكلم على فاركو السنين اللي فاتت مع بعض الفرق، مع سيراميكا، مع الفرق دي، ان انت خلاص بتبقى منافس للنادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي. كل ده بيصب في مصلحه الكره المصريه. لكن برضو الفريق الجيد، لكن في لعيبه صغيره، فريق انبي مع كابتن تامر مصطفى عامل اداء جيد، لكن لعيبه صغيره في السن. اتمنى ان الفتره اللي جايه يبقى في اكتر من فرقه يكونوا منافسين للاهلي والزمالك والاسماعيلي. النهارده انبي واحد اعتقد من بيراميدز اكيد، وبيراميدز برضو مدعم بشكل جيد لاشتراكه في دوري ابطال افريقيا. كل ده بيضيف للكره المصريه. اتمنى طبعا التوفيق لكل الفرق المشاركه في سواء في الكونفدراليه او دوري ابطال افريقيا. ماتش من الماتشات الحلوه النهارده، مش النهارده، اليومين اللي فاتوا او اول امبارح، ماتش زد والبلديه انتهى بالتعادل 3-3. السنه الجوله الثالثه الحقيقه عامله ريكوردز كتيره جدا في عدد الاهداف اللي جابها الفرق كلها. الفرق كلها تقريبا جايبه اهداف اعتقد فيما عدا الاسماعيلي، حتى الاسماعيلي احرز في الاهلي. اكيد لو هنتكلم على زد والبلديه لسه فرقتين لسه صاعدين، لكن ده كان متوقع، ومتوقع نجاح احمد عبد الرؤوف مع فريق البلديه. مدرب جيد، مدرب شاطر، صغير في السن، واعد، دايما بيتعلم. دي بمتابعتي ليه حتى وهو في الدرجه الثانيه مع مجموعه لعيبه. دلوقتي كابتن اسلام على مستوى مصر خلاص ما بقاش فيه فروقات في اللعيبه، كل الفروقات واحد. زد عنده استقرار اداري طبعا رهيب، عنده استقرار فني على كابتن مجدي عبد العاطي مع مجموعه لعيبه. قدر يختار كابتن مجدي او الاستقرار على القوام الاساسي لفريق زد مع الدعم الكامل من مجلس الاداره، بدعم بصفقات تقدر تضيف له ان هو يوصل حتى للنقطه السابعه في ثلاث مباريات. دي كانت شيء جيد جدا وحاجة مش جديدة على الاستقرار. دايما يا كابتن لما بنشوف نجاحات في أي فريق، نجاحات في أي منظومة، هو استقرار مجلس الإدارة، وده اللي متوفر في زد. زائد على الجانب الآخر بلدية مستقرين إداريا وفنيا، عشان كده هنشوف. لأن أنا اديت البلدية إن هي ممكن السنة دي تبقى الحصان الأسود في الدوري. يمكن كلام كتير يا أحمد عن رحيل فيتوريا إلى السعودية، هو بينفي دائما هذا الكلام، ولكن لماذا دائما هذا الكلام في كل مؤتمر صحفي تسمع هذا الكلام؟ أكيد رغم أنه مرتبط بعقد يعني. ما هي دي المشكلة كابتن إسلام، أن أنت دايما مهم جدا، أن حتى زي ما بنتكلم على الاتحاد في التحكيم، مهم جدا نتكلم على الاتحاد في الحفاظ على الراجل ومكانة الراجل، في حتة توفير الأجواء حوالين الراجل، أنه هو يشتغل في جو مناسب يقدر يضيف لمنتخب مصر. ولحد دلوقتي الراجل شغال جيد مع منتخب مصر بطريقه جيده. اعتقد ان مباراه الجزائر وزامبيا يعني اختبار مناسب. زامبيا يوم 12 والجزائر يوم 16. اعتقد ان مباراتين اكيد مهمين، وكان طبعا انا بشوف من اهم المباريات اللي ممكن تبقى مباراه الجزائر، وده اختبار حقيقي ان انت تقيس عليه نقط القوه والضعف زي ما اتكلمنا على مباراه تونس قبل كده. مهم جدا ان انت كمدير فني تقيس نفسك على ان انت منتخب كبير في افريقيا وفي الوطن طبعا العربي، ومهم جدا تقيس نفسك بالمباريات الكبيره دي. اعتقد ان الراجل بعد المباراتين دول هيحط ايده على نقط القوه والضعف داخل عناصر المنتخب اللي موجوده معاه. اعتقد ان كل المجموعه اللي موجوده في القايمه هي تستاهل ان هي تبقى موجوده، تالق في الدوري بشكل ملحوظ. اتمنى له التوفيق، واتمنى له ان الراجل او من الاتحاد ان هو يشتغل في جو مناسب او انسب من كده، جو مناسب ان هو يقدر يحقق ان شاء الله الوصول لكاس العالم وتحقيق بطوله كاس افريقيا ان شاء الله. كان في اسماء ما كانتش او لم يتم اختيارها كنت عينك عليها وقلت ان هم هيتم اختيارهم، ولا انت شايف ان الاسماء جيده؟ انا شايف انت راضي عن الاسماء. راضي بشكل كبير، كان بس حته ما عدا كهربا. يعني كهربا كنت اتمنى ان هو يبقى موجود في معسكر منتخب مصر. كهربا الفتره الاخيره بيأدي بشكل جيد مع النادي الاهلي، ممكن بعض الفترات كانت تؤثر على حته الغرامه او كده نفسيا، لكن كهربا عنده من الخبرات ان هو يقدر يرجع نفسه المنتخب تاني، وكهربا مش بعيد عن المنتخب. ده اللي انا كنت بتمنى ان هو يبقى موجود في قائمه المنتخب، لكن بتمنى له ان شاء الله بعد المعسكر ده يرجع ياخد مكانه الطبيعي في قائمه المنتخب ان شاء الله. عمر كمال وانضمامه للمنتخب كباك رايت من اول اختيارات كيروش كارلوس كيروش لعمر حتى الان، الحقيقه متالق مع فريق مودرن فيوتشر اللي بيحتل قمه الدوري.
اكيد عمر، يمكن انا اعرف عمر كويس، وخصوصا هو لعب معايا في اتحاد الشرطه، بس دايما عمر عنده مرونه تكتيكيه، ده اللي كان بيقدر يستغلها كابتن علي ماهر قبل رحيله عن فيوتشر، ان هو يلعب حتى الفتره لو هتلاحظ كابتن اسلام الماتشين الاخر الاخر عمر بيلعب باك ليفت، فدي المرونه اللي عند عمر كمال سواء بيلعب باك رايت او باك ليفت، لكن هو مركزه الاساسي هو طرف يمين. ده اللي كان مستر كروش قاعد قدر ان هو بعد اصابه اكرم توفيق مع المنتخب او في النادي الاهلي قدر يستغل عمر كباك رايت، ودايما عمر عنده الملكه دي لانه عنده سرعات بيجي من تحت كويس، لعيب بيعرف يجيب جول، مفتاح لعب مهم سواء مع مودرن فيوتشر او مع منتخب مصر، فاعتقد ان عمر يستاهل المكانه دي لان هو على المستوى الشخصي شخصيه محترمه جدا، قافل على نفسه بشكل جيد، وكفايه ان هو ابن الكابتن كمال عبد الواحد. كابتننا حبيبنا. حبيبي كابتن كمال. فحاجه يعني ابن الوز عوام، ف عمر لا بيأدي بشكل جيد سواء مع مودرن فيوتشر، ويستاهل ان هو يبقى موجود داخل منتخب مصر. اتمنى له التوفيق للفتره اللي جايه، وربنا لما بنشوف يا كابتن اسلام اي لعيب متألق طبعا بنقول ان ربنا يبعد عنه الاصابات دي اهم حاجه، وان هو يبقى رجله في الملعب دايما، فربنا يحفظه يا رب ويوفقه الفتره اللي جايه. منتخب الاولمبي عايز برضه اسالك عن ميكالي، وعندنا مباراه يوم الخميس مع منتخب الاردن. اكيد الراجل عامل شغل جيد طبعا، لو هنذكر منتخب الاولمبي مباراه وديه طبعا. هنبارك لشيتوس اللي هو الرياض توالي المدرب العام للمنتخب الاولمبي والمدير الفني للمنتخب 2005. المنتخب 2005 بنبارك له واتمنى له التوفيق طبعا. كان عاملين شغل جيد مع المنتخب الاولمبي اللي يعني القربي من القربي من شيتوس، ف لا عاملين شغل جيد، لعيبه كلها بنسبه 80 او 90% اللي فارق معاها بشكل كبير او فارق مع المنتخب الاولمبي ان اللعيبه دي بتلعب كلها في الدوري ممتاز، حوالي 80 او 90% من اللعيبه دي بتلعب في فرقها في الفريق الاول، فاتمنى لهم التوفيق طبعا، ودول النواه الحقيقيه للمنتخب الاول، ان المنتخب الاول يقدر يعتمد عليهم زي ما بنقول تألق كوكا مع المنتخب الاولمبي اداله الفرصه ان هو يبقى موجود في المنتخب الاول، فاعتقد ان ده خير مثال او هدف للعيبه المنتخب الاولمبي ان هم يقدروا يشدوا حيلهم الفتره اللي جايه ويبقى اللي ياخدوا مكانه حتى في المنتخب الاول، لان دي المرحله اللي فيما بعد. اخيرا مباراه الاهلي القادمه في السوبر الافريقي شايفها ازاي؟ في الدوري الممتاز الافريقي. اتمنى التركيز بشكل اكبر، ودايما النادي الاهلي ما يميزه في اوضه لبس النادي الاهلي او الاداره الفنيه للنادي الاهلي هو قفل الصفحات، دايما النادي الاهلي بياخد كل بطوله ببطولتها، بيقدر يقفل على نفسه بشكل كويس، بيقدر يفصل بين الدوري المحلي وبين دوري ابطال افريقيا، واتمنى ان التركيز في افريقيا يكون زي ما معودنا، والثقه الكبيره اللي عند جماهير نادي الاهلي اتجاه اللعيبه وتجاه الجهاز الفني دايما داعمه للعيبه وللجهاز وحتى المجلس الاداره، اتمنى النادي الاهلي الحفاظ على اللقب ويقدر يحقق ان شاء الله البطوله باذن الله. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد على وجودك معانا، يعني من الناس اللي بستمتع الحقيقه بوجودها وبتحليلها الفني الهادئ. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك، دايما انا اللي بتشرف وانا موجود مع حضرتك. شرف لي يا حبيبي ربنا يخليك، سواء في الملعب او هنا في الاستوديو. نفسنا والله العظيم تصدق بالله الواحد نفسه يرجع الملعب تاني. انا قلت لحضرتك الملعب فعشان عارف ان انت نفسي ارجع الملعب تاني عشان العقود اللي موجوده ولا عشان ايه؟ عشان العقود، قيمه العقود اللي موجوده. لا والله مش قيمه العقود، ولكن الحمد لله كانت مستوره ساعتها. طبعا القصه، ولكن انا بتكلم لانه التواجد في الملعب كابتن، انت دايما شايل هم نفسك، مش شايل هم مجموعه كبيره. لا التواجد في الملعب كان الواحد نفسه، الكابتن خطيب دايما كان يقول لنا الكلمه دي لو فاكر، واحنا حتى في اليابان كان يقول لك يا جماعه استمتعوا، استمتعوا انت هترجع، الحاجه اللي تعرفوا تعملوها ان انتوا ترجعوا تلعبوا ماتش من دول تاني. صح، تتمنوا ترجعوا تلعبوا ماتش من دول تاني. طبعا حبيبي، لكن يلا هذه هي كره القدم. انا بشكرك جدا يا ابو حميد على وجودك معايا. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. ازيك يا كيم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ الحمد لله يا كابتن. قبل بس ما نبدا البرنامج، وشايفكم جايبين سبوره النهارده وشغل جامد، احمد اللي جايبها ده احمر ولا اورنج؟ لا ده اسماعيلي الاصفر والاهلي الاحمر. في الاحمر ده، انا مش شايف احمر اهو.
ده احمر. تصدق باين باين احمر في هو ده اهم حاجه يبقى احمر في التلفزيون. عموما ابدا بس معاكم النهارده اعرف رايك في بعد اصابه امام عاشور اختيار احمد حسن كوكا ك بديل لامام عاشور. طبعا احمد نبيل كوكا يعني لكل مجتهد النصيب. لكل مجتهد النصيب. يعني فعلا الكوره بتدي المجتهد، بتدي اللي هو بيديه، يعني طول ما انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك حتى لو بتشتغل في صمت الكوره هتديك. وده اللي حصل مع احمد نبيل كوكا. يمكن ناس كتير كانت بتستغرب هو ازاي كوكا مثلا بيبدا في الفتره الاخيره او كده، بحيث ان مروان عطيه كان متالق، ولكن ده يا جماعه يحسب لمارسيل كولر. صحيح. يحسب لمارسيل كولر ان هو وثق في كوكا. احنا لما كنا مثلا بنحط لعيبه الارتكاز كان بيبقى كوكا، كنا دايما بنحطه الرابع مثلا بصراحه او الخامس. دلوقتي هو اللي هو بادائه هو اللي اكبر ان هو يكون اللعيب المهم او اللعيب الاساسي في الفرقه. طبعا مروان عطيه برضو لعيب اساسي، ولكن دلوقتي المنافسه اللي ما بينهم دي تحسب للفرقه وتحسب للمدرب. عايز اقول لحضرتك ان كوكا واحد من احسن المواهب الصاعده دلوقتي في النادي الاهلي، وده يحسب برضو لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. صحيح. اللي هو بيخرج دايما مواهب. لا في ظل طبعا وفي ظل وجود عدد رائع الحقيقه والكبير من اللاعبين اللي موجودين الحقيقه. بس انا عايز اربط لحضرتك حاجه في كوكا. صح. تحديدا كوكا الاسيست اللي عمله في الجون الثاني عمله قبل كده، بس نسينا عمله قبل كده امتى؟ في ماتش المقاولين السنه اللي فاتت لديانج. الجون الثاني وهوري لحضرتك برضو الجون بتاع ديانج في المقاولين، هو نفس الجون. فكوكا واحد من اللعيبه اللي هي عندها الاسكان وعندها، بص ده حضرتك ده كان الجون الثاني في النادي الاهلي في المقاولين. التمريره برضو نفس اللي عملها النهارده لحسين الشحات. فكوكا واحد من احسن اللعيبه اللي عندها رؤيه والتمريرات الطوليه. ميستو بيعمل اسكان الاول قبل ما يعمل التمريره الطوليه اللي بتضرب الخط دي، يعني نفس الجون بالظبط. اللي ما شافش جون المقاولين يشوف جون الاسماعيلي اهو النهارده. هو نفس التمريره اللي ضربت التلات صفوف بتاع الاسماعيلي ضربت التلات صفوف بتوع المقاولين العرب اهو. ادي كذا حسين الشحات طبعا والفينش في فتره التوهج بتاعه. بس بص الاسكان اللي عمله والنظره، ارجع ثواني بس هات النظره، يعني النظره الاولانيه اللي بيعملها بعد كده بيديك تمرير طولي بيضرب التلات خطوط. دي ميزه احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا برضو واحد من اللعيبه اللي بتقرب بتقدم حل للباكات وللاثنين المساكين. هنا بيعمل الاسكان الاول وبعد كده بيدي التمريره الطوليه. دي حاجه ممتازه، حاجه تحسب لقطاع الناشئين في نادي الاهلي وتحسب لمارسيل كولر بصراحه. اكتشاف كوكا ومبروك ليه الانضمام لمنتخب مصر. كريم اكيد طبعا خطوه مميزه ومن ناحيه كمان معنويه، يعني طبعا لاعب لسه في، يعني كوكا فعلا بياخد خطواته الاولى في كلاعب اساسي مع النادي الاهلي بقاله فتره، بس لما يخش منتخب مصر يبقى اختيار الجهاز الفني منتخب مصر في الوقت المبكر ده اكيد من الناحيه المعنويه كابتن اسامه بتبقى مهمه جدا. وكمان بقى نخش على الناحيه الفنيه، حاجه من النقط الكويسه في كوكا ان هو تطوره متدرج. يعني مثلا في البدايه كنا بنشوف ان احمد نبيل كوكا بنحطه في مركز 6 والشغل الشاغل او بنتكلم او اكثر الكلام بيتكلموا عليه ان هو هاف ديفندر وان هو لاعب خط وسط مدافع والواجبات الدفاعيه هي اللي بتتكلم عليها. دلوقتي بدا يزود موضوع التكمله، والنهارده فعلا احنا النادي الاهلي واحده من اهم النقط مع مارسيل كولر بقى لها وقت السنه الثانيه على التوالي. احنا ما بنقدرش تقول مين رقم 6 ومين رقم 8. موضوع رقم 6 رقم 8 ده بقى لحد ما نقدرش تقول ان في النادي الاهلي عنده لاعب رقم 6 صريح. حتى حمدي فتحي السيد قبل ما يمشي ويروح قطر كان برده بيكمل وبيلعب 8 وساعات، حتى كان بيلعب 10 كان بيلعب مهاجم صريح. عايز اقول النهارده احنا نبيل كوكا واحد من المواهب اللي بتتطور في صمت، ما بيتكلمش كتير، واضح ان هو مركز. والنقطه مهمه جدا 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 ان هو اصلا احمد نبيل كوكا ربما كان الشق الدفاعي عنده هو الزايد، بس قدر النهارده ان هو يطوره بالشق الهجومي. والنهارده الاسيست بصراحه اللي عمله انك تعمل اسيست، بنتكلم تقريبا من نص الملعب، يعني نص الملعب ربما متعودين الاسيستات تبقى من داخل نص ملعب الفريق المنافس او حته قريبه، لكن النهارده واحد بيعمل اسيست من تقريبا من اكتر من 50 يارده، طبعا حاجه مميزه جدا جدا. واكيد اكيد منافسه في خط الوسط في النادي الاهلي، النادي الاهلي محتاج المنافسه دي عشان كثر المباريات الفتره الجايه. طيب خلينا نطلع نشوف ماذا قال احمد حسن او احمد نبيل كوكا بعد انتهاء المباراه، وكان الحقيقه قبل اختياره لمنتخب مصر. خلينا نطلع نشوف ماذا قال ونرجع نكمل. من جديد بجدد تحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوه النادي الاهلي الفرصه مش سهله،
لكن انك تاخد تمسك الفرصه وتصبح واحد من العناصر المهمه، اذا السمات الشخصيه موجوده، عندك ثقه في نفسك، عندك ثقه المدير الفني. كوكا واحد من اللاعبين واهم اللاعبين في النادي الاهلي، تمسك بالفرصه، عنده السمات الشخصيه، اصبح واحد من اهم اللاعبين في تفكير مستر كولر. كوكا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، مليون مبروك على ادائك، مليون مبروك على استمراريتك، مليون مبروك على الفوز النهارده كوكا. حبيبي أروى، شكرا على كلامك الحلو ده. الحمد لله مبروك لجمهور النادي الاهلي واللعيبه والمجلس الاداره، والحمد لله مكسب مهم جدا النهارده، نقفل بيه الدوري قبل التوقف الدولي. فالحمد لله بشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الفني، كنا رجاله النهارده والحمد لله ربنا كرمنا وكلل مجهودنا بالمكسب يعني الحمد لله. كوكا تغيير مسمى اللاعب الوسط المدافع، كوكا بنشوفه الناحيه الهجوميه، مستر كولر اتكلم على هذا الامر وتطوير النواحي الهجوميه بالنسبه لكوكا. المشهد ده والاسيست النهارده لحسين الشحات اتكرر في مباريات كتير جدا من كوكا، شايف الامر ده بالنسبه لك لاعب خط الوسط المتكامل كواحد من اللعيبه، الاضافه المهمه جدا للنادي الاهلي وايضا للمنتخب الاولمبي؟ الحمد لله الواحد بيحاول يعمل اللي عليه دايما، مركز 6 الاولويه دايما بتكون في الدفاع والضغط والكلام ده، لكن بيبقى في اوقات طبعا لازم تكون مساند للاعيبه اللي قدامه، وفي دايما بيبقى في موجود مساحات، فلازم الحمد لله الواحد بيشتغل على النقطه دي، فلازم يكون مش لازم دفاع بس، فده بنحاول نطورها الحمد لله وبنعملها بشكل كويس الفتره الاخيره. فالحمد لله ربنا كرمنا يعني، الواحد بيحاول يعمل اللي عليه ويشتغل على النقطه دي والنقطه دي عشان يظهر بشكل كويس يعني الحمد لله. مهم جدا في مشوارك في الكره المدير الفني اللي يكون مؤمن بقدراتك ويقدر يشتغل عليها، مستر كولر مؤمن جدا بقدرات وامكانيات كوكا. اكيد طبعا المدير الفني دايما بيبقى ليه دور مهم جدا مع اللعيب، كتور منه في ظهره، فطبعا بشكره على الفتره الاخيره دي، الواحد بيحاول يعمل اللي عليه في التمرين ويتمرن كويس، عشان كده الحمد لله ربنا بيكرمني يعني. فان شاء الله واصل زي ما انا، لسه ما عملتش اي حاجه، لسه ببدا، عندي كتير عايز اقدم كتير للنادي، فان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون احسن ان شاء الله. كوكا اللعيبه معاك، يعني انت النهارده وانت بتلعب 90 دقيقه، المشهد ده شفناه كتير، مستر كولر مش كوكا بيلعب في نص ساعه او شوط، لا بيلعب 90 دقيقه، اذا في ثقه في امكانيات كوكا، كوكا بيرد في الملعب بادائه بثقته، اكتسبت ثقه الجهاز الفني واكتسبت ثقه الجمهور يا كوكا. زي ما قلت لك في الاول وفي الاخر تمرينك انت، في الاول وفي الاخر تتمرن كويس محافظ على نفسك، بقى تلعب ربع ساعه، تلعب شوط، تلعب 90 دقيقه، دي في الاول وفي الاخر بتبقى قرار جهاز فني، لكن انت بتحاول تعمل اللي عليك في الوقت اللي انت بتاخده بتلعب فيه، ولازم تأدي 100%. لعبت بقى زي ما قلت لك ربع ساعه ماتش كامل، في الاول وفي الاخر دي حاجه جهاز الفني، لكن انت اللي عليك تعمل شغلك بس، فده اللي انا بحاول اعمله يعني الحمد لله. انا مبسوط بكلامك ومبسوط بعقليتك يا كوكا، لان هي دي بتاكد استمراريتك وتاكد جدارتك ان انت جوه النادي الاهلي. لكن مستر كولر على المستوى الشخصي بيتكلم معاك يقول لك ايه اهم التعليمات اللي بيقولها لك؟ انا قلت قبل كده طبعا مستر كولر دايما بيتكلم معايا حتى وانا ما بلعبش، هو دايما بيقول لي كمل زي ما انت عارف ان انا بتمرن كويس، والحمد لله الواحد بيحاول يعمل دي، فبصراحه انا بشكره، لان حتى لو انا بعيد لو انا ما كنتش بشارك هو دايما بيتكلم معايا بيقول لي كمل زي ما انت وهي هتجيلك، فاكيد بشكره على ثقتي فيا، وان شاء الله اكون عند حسن ظن الجهاز الفني والجماهير والنادي الاهلي باذن الله. اختم بقى وكلمنا عن جمال الاسيست النهارده بتاع حسين الشحات، يعني حاجه كده من ريحه الزمن الجميل يا كوكا. توفيق ربنا مش اكتر يعني الحمد لله، الواحد بيحاول يعمل اللي عليه ودي حاجه بتساعد الفريق، فده توفيق من ربنا مش اكتر. ديانج جنبك في نص الملعب، مروان جنبك، امام اعتقد قبل كده السليه، حمدي فتحي، اعتقد ليهم دور كبير جدا معاك يا كوكا. اكيد طبعا كلهم لعيبه كبيره، كلهم لعيبه دوليه اذا كان في مصر او ديانج في مالي، فكلهم لعيبه كبيره، الواحد بيتعلم من اي حد، طالما اللي قدامك بيعمل حاجه كويسه اكيد انت بتستفاد، فالكره ملهاش كبير، الكبير بيتعلم من الصغير والصغير بيتعلم من الكبير، لكن في الاول وفي الاخر مصلحه الفرقه دي اهم حاجه. ممكن انا بشكرك وبقول لك باذن الله هتوصل لمكان مكان بعيد وتحقق حاجات كتير جدا، انت بتتعب انا عارف انت بتتعب من زمان، ربنا يكرمك دايما يا كوكا. حبيبي يا روح، شكرا يا روح حبيبي، تسلم. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع كوكا، واحد من اللعيبه اللي تمسك بالفرصه، امن بقدراته والجهاز الفني امن بالقدرات اللي عند كوكا، اصبح كوكا واحد من العناصر المهمه في فريق النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. تمام، طبعا زي ما قلت لحضراتكم ده كان قبل الاعلان عن اختيار احمد نبيل كوكا في منتخب مصر. احمد، ويعني رايك في المباراه بصفه عامه والتشكيل اللي بدا بيه كولر؟
طبعا مباراة مكسب مهم جدا ان انت تكسب بالانتصار الثاني على التوالي في الدوري عشان خاطر ان انت تحافظ على الست نقط، يعني الصدارة تعتبر بتاعت الدوري مؤقتا، يعني طبعا الصدارة دي عشان في فرق لعبة اكتر فاكيد هي هتتصدر، لكن احنا ان انت تحقق العلامة الكاملة قبل التوقف الدولي دي حاجة مهمة. الحاجة الثانية بالنسبة لي طبعا انا شايف ان مارسيل كولر محقق ثلاثيات ورباعيات بصفة مستمرة، دي حاجة مهمة جدا. يعني عايز اقول لحضرتك ان مباراة النهاردة مباراة مين؟ مباراة الأهلي، مباراة بتاعت النهاردة مباراة الأهلي، فمباراة الدور الثاني هتبقى مباراة الإسماعيلي، نادي الإسماعيلي اللي هي هتتلعب في إسماعيلية. يعني النهاردة مفيش حد بقى يرجع في الدور الثاني يقول ليه الأهلي ما بيلعبش في إسماعيلية، النهاردة مباراة الأهلي. لا هتتقال برضه بقى. النهاردة مباراة الأهلي وجمهور الأهلي سافر برج العرب في اسكندرية، يعني جمهور الأهلي سافر، فنتمنى ان الدور الثاني مباراة الاسماعيلي لما تكون في اسماعيليه ما يقولكش ليه الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه، ما هو الاهلي يا جماعه ما بيلعبش في القاهره، جمهور النادي الاهلي النهارده سافر لاسكندريه وهو بيلاعب الاسماعيلي. دي اول نقطه. النقطه الثانيه النهارده التشكيل بصراحه يعني يحسب لمارسيل كولر التوليفه اللي بيعملها، وان غير النهارده كوكا مكان مروان عطيه، بيحاول ان هو يبدل مروان عطيه مكان ديانج، يمكن الاربعه اللي ورا ثابتين، ربيعه لما اتصاب دخل ياسر ابراهيم، مفيش خلاف عليهم يعني الاربعه اللي ورا. محمد الشناوي النهارده قدم مباراه كبيره جدا، واحده من احسن مبارياته في الفتره الاخيره، يعني شال كذا فرصه صحيح. هدف محقق. الثلاثه الارتكاز سواء ديانج او امام عاشور ووراهم كوكا، امام عاشور هو اللي بيكمل وديانج دايما بيكمل، والثلاثه اللي قدام بيرسي تاو والشحات ماشيين بشكل كويس، وموديست لان كهربا موقوف وموديست بيحاول الراجل ان هو يديله عشان يجهزه، موديست واضح ان هو مش جاهز ومحتاج لسه ماتشات كتير، فمارسيل كولر بيحاول ان هو يجهزه يعني. كريم رايك بقى بصفه عامه في مكسب مباراه اليوم بثلاثيه؟ طبعا اكيد مباراه النهارده يعني استمرار لنجاحات مارسيل كولر في بدايه الموسم ده، طبعا بعد الاخفاق في ماتش السوبر قدام الفريق الجزائري، اكيد بعديها النادي الاهلي منطلق في ثلاثيتين ورباعيتين في الفتره اللي فاتت. انا بس عايز استوقف عند نقطه مهمه، دايما كابتن سام بيتكلم على الاسيست او اللمسه اللي قبل الهدف، لا النهارده المباراه عايز بس نجيب لقطتين، يا ريت نجيبهم. هدف الاول نجيب اللمسه اللي قبل الاسيست، نجيب الهدف الأسيست. الاول ونشوف الاسيست معلول لامام عاشور، من معلول كعب. لامام، من امام لحسين، ومن حسين لبيرسي تاو. بالظبط، عايز اسيست امام عاشور، وكمان نشوف الهدف الثالث، ونشوف عايزين نركز على اللمسه الثالثه. مش ممكن اللمسه دي هي الجول في وجهه نظري، ليه؟ ان هي اللي فتحت المساحه، ان اللي جاي من ورا هو اللي شايف الملعب وكاشف، والاسيست بيساعد الهدف بشكل في وجهه نظري الشخصيه. أيوة. اقل شويه من اللمسه الثالثه، يعني اللمسه الاولى خالص اللي هي الثالثه لو هنسميها اللمسه الثالثه، النهارده متشابهه جدا في الهدف الاول والهدف الثالث، وده يبين لنا قد ايه النهارده ديناميكيه اللعب في النادي الاهلي واصله من اختراق من العمق. وحتى احنا كنا بنشبه، احنا مثلا امانه السنه اللي فاتت كلنا اعجبنا باداء سان داونز في دوري ابطال افريقيا، وقلنا سان داونز قدم اداء حلو جدا جدا جدا، وكان يعني الفريق كان ممكن يكمل ويوصل للفاينل النادي الاهلي. لا انا عايز الهدف الثالث، الهدف الثالث، ونشوف رضا سليم اللمسه اللي عملها لطاهر محمد طاهر، وازاي فك حاجات كتير قوي بلمسه. طبعا دي لمسه طبعا مباشره من نبيل كوكا، حلوه جدا 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 جدا، لكن هي مش شبيهه للهدف الاول. الهدف الثالث هو لحد ما اللي شبيه للهدف الاول في لمسه رضا سليم. رضا سليم ربما الناس تشوفوا الكره في رجله، الهجمه مش واعده، ممكن ما يبقاش فيها يعني ايه شيء يخليك تقول الكره دي هتخلص هدف، فجاه الراجل يعني بدون سابق انذار عمل لمسه بسيطه للغايه لطاهر محمد طاهر، خلاه يروح ما يشبه الانفراد و بالظبط. الكره دي مش ممكن، كره لمسه بسيطه للغايه، ولكن نشوف ازاي ان هو خلى من هجمه عاديه جدا هجمه واعده. وهنا انا بتكلم على الدور اللي بيعمله لعيبه خط الوسط، والنهارده كمان الديناميكيه اللي واصله جدا 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 فريق النادي الاهلي بيخترق من العمق بشكل طيب. مميز جدا. هاي طيب ثابت برضو بثلاثيات كثيره، دي اللي كنت عايز تتكلم عنها في جميع البطولات منذ توليه مهمه بالنسبه لمارسيل كولر في 9 سبتمبر 22. 17 ثلاثيه لمارسيل كولر، دي الثلاثيه رقم 17 منذ توليه المهمه في 9 سبتمبر 2022. الاول الاتحاد المنستيري 3-0، الاتحاد السكندري 3-0، بيراميدز 3-0، سموحه 3-1، الزمالك 3-0، الاوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه 3-0، اسوان 3-0، القطن الكاميروني 3-0، الهلال السوداني 3-0،
غزل المحله، هات اللي بعدها، غزل المحله 3-0، فاركو 3-0، الترجي التونسي 3-0، حرس الحدود 3-0، البنك الاهلي 3-0، سانت جورج الاثيوبي 3-0، انبي 3-0، والاسماعيلي 3-1. فدي 17 ثلاثيه لمارسيل كولر تحسب الهيفي سكور، الهيفي سكور يعني اكتر من 2 سواء 3 او 4، تحسب لمارسيل كولر النتائج الكبيره والكره الهجوميه اللي بيقدمها في الفتره الاخيره. كريم، شفت اداء والفرق ما بين اداء النادي الاهلي في الشوط الاول والثاني ازاي؟ طبعا ربما اكيد الاداء النادي الاهلي الشوط الاول فعلا بيحسم النتيجه بشكل كبير، وربما ده بيخلي اللعيبه بتلعب الشوط الثاني بمجهود قوي. امانه ده مطلوب في الوقت الحالي، كل امانه مطلوب جدا جدا، ولكن الناس تتخيل ان النادي الاهلي في الفتره الجايه هيبقى الشكل عامل ازاي، خصوصا في موضوع السفريات. موضوع السفريات ده بصراحه ان شاء الله يعني ربنا يكون معاهم فيه، امر هيبقى شاق جدا، صعب جدا. لكن بصراحه النادي الاهلي، وكمان طبعا بيستغل بصراحه الفايده من اي مدير فني بيواجهه بدفاع متقدم، يعني بصراحه بتبقى ميزه جدا لعيبه النادي الاهلي الشوط الاول. بنشوف النادي الاهلي بيقدر، يعني اسهل حاجه، اسهل حاجه ان انت تنزل تشوف مدير فني. طبعا كامل احترام الكابتن ايهاب جلال، لكن هو دي ده اسلوبه، هو متعود، هو عايز يعود في ايده. الكابتن ايهاب جلال ما بيبصش للمكسب والخساره، اوكي ده اسلوبه، ده تكتيكه. لكن بصراحه النادي الاهلي بيلعب فريق بيلعب بدفاع متقدم للغايه بهذا الشكل، شفناه النهارده على النادي الاسماعيلي. سهل يعني، سهل جدا انت تحرز 3 اهداف في خضم ساعه واحده، بتخلص السكور. واعتقد النادي الاهلي كان قاب قوسين او ادنى ان هو يكرر الرباعيه اللي عملها قدام مصر، حتى يكرر الرباعيه اللي عملها قدام النادي الاسماعيلي اعتقد من حوالي موسمين. فالتفاوت ربما في تفاوت، ولكن النادي الاهلي مطلوب، تفاوت مطلوب جدا جدا، مطلوب جدا. التركه اللي لعب عليها يا احمد مارسيل كولر، مارسيل كولر يمكن احنا متعودين ان هو بيلعب بالاربعه 4-1 في الفتره الاخيره، يعني من السنه اللي فاتت بيعتمد على النهارده مثلا كوكا وقدامه امام عاشور وديانج. في اول 20 دقيقه الاسماعيلي كان عامل ضغط بشكل كويس، تحس ان يعني كان نوعا ما كانوا متفوقين شويه. فالتركه يمكن هو اللي عملها ان هو ودى ديانج هنا جنب كوكا وحول امام عاشور كصانع العاب. الفكره دي عملت ايه؟ امام عاشور بقى بيرحل مع معلول، وراهم احمد نبيل كوكا، وهنا بيجي برضو ايه حسين الشحات. لما حسين الشحات يخش لجوه امام عاشور يطلع لبره بنفس الشكل ده، يبقى امام عاشور هنا حسين الشحات يخش لجوه، يبقى في ايه؟ يبقى في فكره تحميل عددي وتفوق عددي، يبقى في 4 لعيبه في جبهه. لو جبنا الجون الاول هنلاقي نفس الصوره دي، الجون الاول هتلاقي ان امام عاشور هو اللي فتح على الخط، لان ميزه امام عاشور في الفتره الاخيره بيروح كجناح كمان، بيروح جناح، وحسين الشحات هو اللي يخش لجوه. اهو وقف يا استاذ سمير، ثانيه وقف، ارجع ثواني بس. ايوه بص هنا امام عاشور رايح فين؟ اول ما حسين استلم، حسين اصلا على الورق هو اللي جناح، لا حسين الشحات نزل لتحت استلم مكان الشحات، مكان امام عاشور. امام عاشور راح فين؟ رايح يستغل المساحه اللي فضها له الشحات. اهو امام بيعمل ال1 2، حسين بيقوم مخترق، لان المدافعين الاسماعيلي كلهم عينيهم على مين؟ على امام عاشور. فانت هنا ارجع بس، هتلاقي في بدايه الهجمه خالص هتلاقي في 4 لعيبه بالظبط. ارجع للجون من اوله، هتلاقي ال4 لعيبه اللي واقفين اهو. وقف ثواني، مين هنا؟ مين؟ ادي معلول الظهير الايسر، وادي حسين الشحات، وادي امام عاشور، وادي كوكا من وراهم. فهنا في 4 لعيبه في زياده عدديه من في جبهه لوحدها للنادي الاهلي، غير مودست طبعا وديانج في الناحيه الثانيه، انا بتكلم على الجبهه الشمال دي. فده كانت التركايه، ان هو حول امام عاشور في يعني ككونكتور، بيعمل بساعات احيانا بيزيد مهاجم تاني جنب مودست، عكس اول 20 دقيقه. اول 20 دقيقه امام عاشور كان بيبقى راجع، فكان بيبقى 3 في وسط الملعب، لكن بعد 20 دقيقه كولر حول مركز امام عاشور، رماه في ظهر مودست عشان يعمل جبهه، وديت كانت السر في الجونين بالمناسبه. كريم، عايز اعرف رايك برضو في توظيف طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر اكيد يعني واحده من النهارده من الاماكن الجديده اللي شفناه ان هو بيلعب في عمق الملعب. ربما احنا متعودين على طاهر محمد طاهر، يعني اذا مثلا جبنا البورد اللي معانا نشوف طاهر محمد طاهر دايما بنشوفه في الطرف اللي قدام، خصوصا لما النادي الاهلي بيلعب بطريقه 4-3-3. النهارده شفنا طاهر محمد طاهر يا كابتن اسلام بيخش لعمق الملعب، وحتى لو نفتكر شاف طاهر محمد طاهر مع نادي المقاولين، طاهر محمد طاهر كان بيلعب بلاي ميكر، وكان عنده فري رول كبير جدا، وكان بيلعب في العمق. بس طبعا واجباتك في نادي المقاولين مختلفه تماما عن واجباتك في النادي الاهلي. النادي الاهلي بيطلب منك واجبات كتيره، بس انا في وجهه نظري الشخصيه واحده من النقط الحلوه اللي هنشوفها لطاهر محمد طاهر لما يلعب في عمق الملعب، خصوصا تحت المهاجم، ولما بيكمل بيبقى عنده حريه. وكمان بصراحه طاهر محمد طاهر لما بيلعب على الطرف بيبقى عنده مشكله وحيده في وجهه نظري، ان طاهر بيطالب ان هو يرجع
كل اللاين عشان يأمن مع الفوت باك اللي وراه. ده في وجهه نظري بياخد من ذهنه هو يساعد لما بيلعب على الطرف يقول لك انا اقدر اركز في حاجه واحده، اما اركز في الدفاع او اركز في الهجوم. في وجهه نظري اذا كولر امن الناحيه الدفاعيه لطاهر محمد طاهر وبدا يدفعه لعمق الملعب ويدي الطرف لاثنين لعيبه اخرين، اعتقد هنشوف طاهر محمد طاهر في شكل مختلف وفريم مختلف عن اللي شفناه في الموسم اللي فات. عايزين نتكلم بقى عن ارقام بيرستاو يا احمد. طبعا بيرستاو حصل على رجل المباراه وهو دلوقتي هداف الدوري. اه طبعا استحق بصراحه. اه الفينش بتاعه مميز ولعيب خبره. بيرستاو لعيب كبير بيديك تقل قدام، لعب 90 دقيقه اهو، لمس الكره 40 مره، احرز هدفين، المحاولات الصحيحه ثلاث محاولات صحيحه من اربعه، فنسبه نجاحه في المحاولات 75%. فاز بالتحامات 3 من 6، حصل على خطأين، والعرضيات الصحيحة 2 من 2، ودقة التمريرات 79%. مسته في الفينش ومسته ان هو دايما بيكمل، كان بيكمل في المساحة اللي في ظهر اياد العسقلاني اللي هو الظهير الايسر بتاع النادي الاسماعيلي، نفس اللي عمله بالظبط في النادي المصري في المساحة اللي في ظهر حسين السيد، عمله بيرستاو في اياد العسقلاني في المساحة اللي ورا في النادي الاسماعيلي يعني. تمام. في بعد كده برضو معانا ارقام احمد نبيل كوكا. اتفضل. احمد نبيل كوكا وارقام حسين الشحات. حسين الشحات في الوقت اللي لعبه كان عمل اداء ممتاز، لعب 63 دقيقه، لمس الكوره 28 مره، احرز هدف، محاولاته على المرمى 3 محاولات، يمكن بيرستاو 4 محاولات، حسين الشحات 3 محاولات. ده الجناحين، ده بياكد ان هم دايما في بعض الاوقات برضو الشحات كان بيبقى في بدايه الماتش كان بيبقى فاتح الخط، لما بدا يخش لجوه تاثيره بدا يبان، عشان كده عمل 3 محاولات. ودي واحده برضو من التريكات اللي عملها مارسيل كولر، ان هو كان فاتح الخط في الاول وبعدين دخله لجوه. طبعا كان ليه محاوله بالقايم، محاوله صح، صنع فرصتين اكتر من تاو في صناعه الفرص، فاز بالتحامات ثنائيه 2 من 4، دقه التمريرات 70%، ودي حاجه برضو محتاجه تتطور سواء عند حسين او تاو. لو نلاحظ دقه التمريرات الاثنين قليله، يعني حسين الشحات 70%، بيرسي تاو مثلا دقه التمرير 79، يمكن دي محتاجه بس تتطور في الفتره الجايه برضو. نيجي لكوكا، احمد نبيل كوكا ارقامه طبعا مكسب كبير، لعب 90 دقيقه، لمس الكرة 68 مرة، ده دليل ان هو دايما اتكلمنا على ميزة ان هو دايما بيبقى مفتاح وحل للعيبة بتاعت خط الدفاع كله، ان هو بيقرب منهم فبيلمس الكرة كتير. صنع اسيست هدف، تمريرات الصح بتاعته 51 تمريرة صح من 59، رقم كويس جدا. التمريرات الطولية اللونج باص 4 صح من 8، استخلاص الكرة 6، شتت الكرة مرتين، وللالتحامات كسب 3 من 6، وعمل بلوك مرتين وما ارتكبش ولا فاول، لعيب ارتكاز ما ارتكبش ولا فاول، دي برضو تحسب لاحمد نبيل كوكا. طيب برضو عايز اعرف راي حضراتكم في مجموعات دوري ابطال افريقيا، طبعا تحديدا مجموعه الاهلي وبلوزداد ويانج افريكانز ومديامة الغانية. كريم، انا اعتقد الحمد لله بصراحه القرعه جاب بالشكل ده، انا في وجهه نظري النادي الاهلي محتاج برهه من التنفس، يعني تبقى القرعه قليله مثلا، يعني مثلا مجموعه الترجي والهلال والنجم الساحلي بخلاف الامور الفنيه مجموعه شائكه على السوشيال ميديا بصراحه، هنشوف مباريات بره الملعب كتير. لكن انا اعتقد النادي الاهلي طبعا اكيد شباب الوزاد الجزائري فريق له اسمه وله طبعا تاريخه، فريق كويس، وكره الجزائريه طبعا كره قويه. يانج افريكانز التنزاني فريق اطاح بالمريخ السوداني، واكيد طبعا يعني حقق نتيجه كويسه، يانج اسم المريخ السوداني اكبر من اسم يانج افريكانز، فطبعا اكيد منافس لا يستهان به. ومديما الغاني برضو اطاح بحوريه كوناكري الغيني، فريق برضو له اسم كبير ولعبناه قبل كده في دور الثمانيه في دوري الابطال، فبرضو اكيد فريق ما يستهانش به. ولكن في وجهه نظري مجموعه مهمه ان احنا نلعب مع نوعيه الفرق دي في الوقت اللي هيبقى فيه تركيز ان شاء الله خلال الثلاث اسابيع من اواخر اكتوبر لغايه بدايه نوفمبر مع دوري السوبر الافريقي الجديد. احمد، انا شايف اقوى مجموعه من وجهه نظرك ورايك. اقوى مجموعه طبعا مجموعه بيراميدز اللي هي سان داونز وبيراميدز ومازيمبي، دول طبعا معاهم فريق الموريتاني نوازيبو والنجم. اه مجموعه فيها بيراميدز وسان داونز ومازيمبي بجد وبيتو اتلتيكو، بس مازيمبي اه يعني انا شايف لا سان داونز وبيراميدز ومازيمبي مجموعه قويه جدا، يعني انت بتتكلم ان هيبقى منافسه قويه على المركز الثاني، يعني سان داونز مثلا الاول وبيراميدز، وبرده بيراميدز ممكن ياخد الاول من سان داونز، بيراميدز مش فريق سهل، ومازيمبي برده فرقه عامله سكواد قوي جدا، فانت عندك ثلاث فرق قويين. مجموعه الترجي وبيترو اتلتيكو والهلال والنجم، يعني الترجي عندك الترجي والنجم طبعا ده ديرمي، بس النجم مش يعني مش بينافس قوي دلوقتي حاليا. الهلال السوداني برضو دايما في مرحله يعني في دور المجموعات اه بيبقى قوي، بس انا بشوف ان المنافسه هتبقى على المركز الثاني ما بين الهلال وبترو اتلتيكو والنجم، لكن الترجي اعتقد ان هو هيتصدر المجموعه دي. مجموعه الاهلي انا شايفها مش سهله،
ناس بتتكلم مش يعني مش عارف ليه بس كنت مستني اسمع رايك بقى. يعني انا شايفها مش سهله. ليه مش سهله؟ هي طبعا مش زي مجموعه بيراميدز مثلا فيها صن داونز ومازيمبي، لكن مش سهله بمعنى ايه؟ انت بتقابل شباب بلوزداد. شباب بلوزداد فريق قوي وكان ماسكه لغايه النهارده فاندن بروك اللي هو كان ماسك الوداد اللي قابلنا في النهائي، صحيح، وتمت اقالته النهارده الصبح. بس شباب بلوزداد دعم بتدعيم قوي، جايب رايس مبولحي حارس منتخب الجزائر في كاس العالم، جايب عدلان كاديورا لعيب ارتكاز بتاع منتخب الجزائر في كاس العالم، عاملين صفقات كويسه، ودايما هم بياخدوا الدوري الجزائري في فريق عنده خبره، واحنا عارفين الملعب بتاع الجزائر بيبقى صعب. ده اول فرقه. فرقه يانج افريكانز فرقه قويه، هي بطل الدوري التنزاني في اخر سنتين على حساب سيمبا. فريق لسه كان في نهائي الكونفدراليه السنه اللي فاتت قدام يعني كان في نهائي الكونفدراليه السنه اللي فاتت قدام اتحاد العاصمه ووصل للنهائي، ففريق عنده خبره. فريق برضو اطاح بالمريخ السوداني، فريق معاه جاموندي المدرب الارجنتيني اللي كان ماسك الوداد، مدرب عنده خبره. وبعدين الكره في تنزانيا اتطورت كتير. النادي الاهلي هيسافر تنزانيا مرتين، مره لسيمبا ومره ليانج افريكانز، وسفريه تنزانيا مش سهله، ست يعني اكتر من 6 ساعات بالطياره، الاجواء هناك والملعب برضو مش سهل. ميدياما الغني اعتقد ان هو هيبقى فريق مشاب، هو هيبقى اضعف فريق المجموعه لان هم معدل اعمارهم اصلا صغير وهم بيحاولوا يصدروا لعيبه لاوروبا. كريم برضو في الجزء الثالث بواجهه سيمبا. طبعا مواجهه سيمبا اكيد مواجهه هنتكلم طبعا اكتر عليها الفتره الجايه، لكن اقصد ان يعني بشكل عام طبعا مواجهتنا مع سيمبا بصراحه خصوصا المباراه اللي في تنزانيا، مباراه بتبقى صعبه، مباراه بتبقى مش سهله ان شاء الله. يعني المفروض ان شاء الله هنلعب في موعد مختلف، هنلعب الساعه 6 الحمد لله، مش هنلعب الساعة 3 زي ما كنا متعودين معاهم. فباذن الله موضوع الرطوبه تبقى اقل ودرجه الحراره تبقى افضل ونلعب مباراه احسن. وطبعا اكيد حضرتك يا كابتن اسلام المشكله في البطوله الجديده دي ان الفتره الزمنيه بين ماتش الذهاب وماتش الاياب هم 4 ساعه. هنلعب جمعه والعوده يوم الثلاث، يعني ايوه 4 ايام بالظبط. سبت حد اثنين وتلعب الثلاث. اقصد يعني ما عندكش مساحه كبيره زي الماتش يكون مثلا في دوري الابطال عندك اسبوع، او حتى في بعض الاحيان بيبقى في فتره طويله. فان شاء الله احنا نقدر باذن الله نتعامل مع المباراه بشكل جيد بحيث ان احنا نستعد طبعا اكيد للمنافس المتوقع وهو سان داونز. اخيرا رايكم بقى انتوا الاثنين في اختيارات روي فيتوريا للمنتخب لقائمه منتخب مصر، احمد وكريم. انا اعتقد اختيارات كويسه كلها. كان بسكوت شايف كهربا كان ممكن يبقى ليه دور بالذات في راس الحربه مع مصطفى محمد. بشوف ان منتخب مصر بصفه عامه دلوقتي منتخب قوي جدا، في لعيبه محترفين بشكل كويس جدا. اعتقد ان احنا ممكن ننافس لو اشتغلنا بشكل صح، ممكن ننافس. احنا عندنا بس مشكله في مركز المساك اللي جنب عبد المنعم، مفيش غير ياسر ابراهيم من وجهه نظر. انا مش شايف غير ياسر ابراهيم، بشوف ان علي جبر يعني بيبقى عنده مشاكل دفاعيه كتير، واحمد سامي برضه. يعني بحس ان عبد المنعم وياسر ابراهيم المساك اللي جنب عبد المنعم دي مش قوي، دي احنا عندنا فعلا الونش برضو بس يعني الونش طبعا يعني. ناحيه الحاجه الثانيه برضو اللي بتنقص المنتخب المصري مركز البديل بتاع حراسه المرمى. محمد صبح انا شايف ان هو يعني بصراحه انا شايف ان هو اقل مستوياته اقل مستوياته. وابو جبل برضو يعني ابو جبل اقل مستوياته يعني البديل بتاع الشناوي مش موجود. البديل بتاع الشناوي في منتخب مصر لا احمد الشناوي ممكن كان احمد الشناوي. وممكن بقى لو مثلا واحد هتاخد زي حمزه علاء مثلا او مصطفى، يعني حد من النادي الاهلي بس محتاجين ان هم يلعبوا. طيب فبرضه هو مش هيضمهم، هم مش بيلعبوا. لكن انا كنت شايف لو لعيب ما انضمش هو كهربا. كهربا مقدم اداء كويس مع النادي الاهلي، واعتقد ان هو يعني اتظلم في حته اختياراته في راس الحرب. كريم يعني اعتقد ريو فيتوريا محتاج ان هو يعيد الكثير من الامور في الفريق. طبعا مباراه تونس يعني كشفت حاجات كتيره بصراحه، واعتقد ماتش مباراه زامبيا اكيد هي ممكن تبقى كمنافسه قليله شويه. لكن مباراه الجزائر في وجهه نظري هي المباراه اللي ممكن تديك مؤشر للفتره اللي ما قبل كاس الامم، لان يعني بصراحه قبل كاس الامم ما اعتقدش هيبقى عنده فتره طويله ان هو يغير حاجات كتيره. ووضعا في الاطار برضو اللعيبه الدوليه بتاعته لان الاهلي هيبقى عندهم احتكاكات كتيره. روي فيتوريا بصراحه في موقف لا يحصل عليه، مباراه تونس طلعت مشاكل كتيره جدا، يعني اكيد لما هنقرب من كاس الامم هنتكلم عليها كتير. بس انا اعتقد ان هو ما زال لسه معاه الوقت للتصحيح والثبات على التشكيل وتحديد الفريق اللي هيعتمد عليه، وضعا في الاعتبار بصراحه بكل امانه ان يعني بعض المحترفين محتاج ان هو برضو يعني يبقى واضح معاهم في حته الاداء وموضوع الشق الدفاعي. لان انا بشوف ان الشق الدفاعي في المنتخب محتاج شغل، خصوصا في اي فريق بيلعبنا على الهجمات المرتده.
طيب اذا دي كانت حلقتنا النهارده، انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا. عايز تقول حاجه؟ لا لا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وطبعا الف الف مبروك، ثلاثه نقاط جديده تضاف للنادي الاهلي في ثاني مبارياته في الدوري الممتاز. ان شاء الله يوم الجمعه القادم مباراتنا امام سيمبا التنزاني في دوري السوبر او الدوري الممتاز الافريقي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.